اللي هو حاجة اسمها الراديو اكتيفيتي أو النشاط الإشعاعي، تمام؟ إحنا اتكلمنا كده في جزء في الكواشف، واتكلمنا كويس خالص عن الكواشف أعمالها وإزاي حركتها، واتكلمنا على العد الإشعاعي والإحصائيات العد الإشعاعي. النهاردة هنتكلم على شيء اللي هو اسمه الراديو اكتيفيتي أو النشاط الإشعاعي. يعني إيه النشاط الإشعاعي؟ احنا قلنا طبعا احنا الدورة بتاعتنا هدفها الحماية من الإشعاع، وقلنا احنا عندنا مصدرين للإشعاع، مصادر بتنتج من مصادر كهربائية زي أجهزة إكس راي وأجهزة السي تي وأجهزة الإكسريتور، وفي مصادر هتجيني من إيه؟ من مصادر طبيعية اللي هي النظائر المشعة أو الأيزوتوب. طيب النظائر المشعة دي إيه السبب؟ احنا قلنا النظائر المشعة ما حدش يقدر يتحكم فيها لا بطرق فيزيائيه ولا كيميائيه ولا اي طريقه ممكنه ازود او اقلل منها، تمام؟ طيب النشاط ده اللي هو الاشعاعي ايه اللي بيخليه يعني بيطلع لي طاقه، او لو انا كنت بسمي الاشعاع، انا طبعا صنفت الاشعه من اول المحاضرات، قلنا عباره عن اشعه، في اشعه الكترومغنتيك راديشن، وفي بارتكلز اشعه جسيميه، تمام؟ الاشعه الجسيميه زي اشعه جسيمات بلط الفا وجسيمات بيتا، والبروتونات والنيترونات الالكترومغنتيك زي ايه؟ زي جاما واكس راي. طيب الاشعه المعينه لو قلنا الجسيمات هنقول والله اول شيء عندي مثلا الفا، الالفا اللي هي عباره عن ايه؟ عن عدد اثنين بروتون واثنين نيترون، تمام؟ اللي هو بيكون فيها بنسميها احنا ايه؟ كانها نواه ذره الهيليوم، مش احنا الهيليوم في اثنين بروتون وفي اثنين نيترون، فبنعتبرها كانها نواه ذره الهيليوم. نتيجه لان هي حجمها كبير وطبعا فيها اثنين بروتون يعني فيها شحنتين موجبتين، فبالتالي هتبقى حركتها ايه؟ بطيئه، واحنا اتكلمنا على الكلام ده اول محاضره، هتبقى حركتها بطيئه شويه عندي، فبالتالي عندها المقدر على التأيين، انها تقدر تأين كل اللي حواليها. طبعا هي مش هتدخل في الكتله، يعني مش هتدخل في مواد عندي سوليد او جوامد او سوائل، لان احنا قلنا مش هتقدر تتحرك غير في الهواء 3 4 سنتيمتر. طيب فبالتالي تقدر في الفترة 3 سنتي او 4 سنتي تعمل عمليه تأيين شديد. مشاكلها الوحيده بالنسبه للشباب او فوائدها الوحيده او مشاكلها ان هي لو دخلت داخل جسم الانسان هتقدر تعمل عمليه تأيين شديده خالص، فتتلف الخلايا اللي موجوده. فلو انا دخلت هنا بقصد كطبيب نووي، هدخلها في التارجت او في المكان بتاع اللي فيه السرطان، هتقدر ان شاء الله تقضي لي على الكتله اللي حسب الايه الشده بتاعتها على الكتله السرطانيه الموجوده، اللي هي بنسميها براكاثيرابي، اللي هو الايه ادخال الماده الصلبه او الماده المشعه، وغالبا بتكون من انتاجات الفا، تقدر تعمل لي عمليه هلك في الكلام ده. لو دخلت غصب عني، يعني دخلت عن طريق التلوث الاشعاعي، عن طريق الاستنشاق او البلع او غيره او اللا تلامس، لا دي ممكن تاثر عليها تاثيرات ايه شديد. نفس الشيء بيتا. طب بس الفا دي عشان هي وزنها ثقيل 2 بروتون 2 نيوترون، مش هتكون ان هي هتنتج لي من ايه؟ من جسيمات او من تفاعلات عناصر خفيفه، لا دايما بتنتج من تفاعلات ثقيله كبيره، عناصر هيفي ميتالز زي اليورانيوم 92 اللي هو بيتحول بيفقد الفا بيطلع لي الثيريوم 234 و90 اللي هو العدد الذري. طبعا لما فقد الفا بقت عندي اثنين ايه؟ الهيليوم ونقص منيها، لا فقد الفا هينقص العدد الذري بمقدار اثنين والعدد الكتلي بمقدار اربعه، العدد الذري بمقدار اثنين والعدد الكتلي بمقدار ايه؟ بمقدار اربعه. جسيمات بيتا طبعا انا عندي جسيمات بيتا نوعين، في جسيمات بيتا الموجبه وفي جسيمات بيتا السالبه، والاثنين طبعا عباره عن جسيم او عباره عن الكترون بس الاختلاف في الشحنه. طب عشان هو وزنها زي ما قلنا احنا عارفين ان الوزن بتاعها الثقل الكتله بتاعتها 1 على 1840 من كتله ذره من كتله البروتون او النيترون، فبالتالي خفيفه والشحنه بتاعتها سالبه، الخفيفه معناها تقدر مقدره على الحركه سريعه، فبالتالي عندها المقدره ان هي ايه تعبر او تمشي مسافات عاليه جدا توصل لعده مترات ايه في الايه في الهواء، وبالتالي وداخل جسم الانسان تقدر تخترق ايه؟ كم ملي داخل ايه؟ داخل الخلايا الايه؟ الجلد عندي، لذلك احنا بنستخدم علاجات بيتا في السرطانات بتاعت الجلد، وبتستخدم برضه في بعض عوامل الايه؟ العمليات التجميل. طيب فبيتا دايما ممكن عشان هي خفيفه ممكن تنتج من
دايما بتنتج من عناصر خفيفه زي الكربون 14 بينتج بيتا بقى، والنيتروجين برضه بينتج بيتا، ودول كلهم لما بيحصل فيهم ان هم بيحصل عمليه الديكاي، لما بتنتج بيتا عندي بيتا تنتج مصدرها هيبقى النواه، هينتج معاها لو كانت بيتا سالبه هينتج معاها مين؟ الانتي نيترينين اللي هو المضاد اللي هو بيعمل عمليه تكافؤ الطاقه عندي، لو بيتا موجبه هينتج عنها النيتريني والاي والبيزترون، يبقى عندي كده بيتا التفاعل بتاعها يعني لو كانت زي الكربون 14 لما بيطلع يفقد بيتا. طب مين في النواه هيفقد بيتا؟ انا قلت عندي النواه فيها بروتونات وفيها نيترونات، البروتونات دي الموجبه والنيترونات اللي هي المتعادله، فبالتالي عندي لو النيترون المتعادل كان عليه اشارتين واحده موجبه واحده سالبه، لما يفقد اشاره سالبه اللي هي البيتا السالبه دي هيتحول الى ايه؟ الى بروتون موجب، فبالتالي العدد الذري يزيد بمقدار واحد لكن العدد الكتلي هنا لا يتغير، يبقى العدد الذري هيزيد بمقدار واحد والعدد الكتلي ايه؟ لا يتغير. وينتج معاها بعد كده الايه؟ البيتا السالبه والانتي نيترون المضاد. البيتا الموجبه ان هو يتحول البروتون الى نيترون، فبالتالي العدد الذري هيقل بمقدار واحد والعدد الذري الكتلي لا يتغير. وينتج معايا بيها البيزترون والايه؟ والانتي نيترون. دي التفاعلات الكتليه. طب غالبا بعد ما بيحصل الاضمحلال بتاع بيتا او الاضمحلال بتاع الفا بينتج عنها ايه؟ ينتج عندي اضمحلال اللي هو اشعاعات ايه؟ اشعاعات جاما. فاشعاعات جاما يكون الذره او نواه الذره العنصر المشع ده بعد ما اطلق بيتا واطلق الفا عنده مقدار من الطاقه مش عارف يتخلص منه، فبيتخلص منه في صوره طيف اللي هو ايه؟ اشعه جاما، وبيبقى الطيف اللي ناتج من النواه دي بيبقى ليه طاقه محدده تميز هذه النواه، طاقه محدده تميز هذه ايه؟ النواه. زي ما احنا قلنا الطيف بتاع اشعه جاما الناتجه من الكوبالت ليها طيفين مختلفين بطاقتين، وكل طاقه ليها طاقه بنسب معينه وتكون مميزه، فبالتالي عنده هو يطلع ايه؟ طيف منفصل مش متصل، متقطع يعني طيف متقطع، ويدل على هوية النظير أي أنه بصمة من بصمات إيه؟ النظير. كل عنصر لو أنا عرفت الطاقة بتاعت الطيف ده زي ما كان شرحها الدكتور سعد الشهري قال لكم إزاي أقدر أعرف عن طريق مثلا الجرمانيوم الديدكتور يكشف الجرمانيوم، أقدر أحدد يحدد لي مين الطاقات المنفصلة الطاقات المختلفة لكل إيه؟ الإشعاع اللي طالع. لما أنا أعرف قيمة الطاقة اللي طالعة من الإشعاع ده أقدر أحدد مين العنصر الموجود وإيه؟ ونوعه. يبقى ده ايه؟ طب بعض حالات وده اللي بنستخدمه عندنا في الطب النووي بيكون ايه؟ بعد ما حصل الاضمحلال الاولاني بتاع جاما ده بيبقى فيه بعض الطاقه الموجوده الزائده موجوده لسه في العنصر او في النظير المشع، وبنسميها ايه؟ انستيبل او ميتا ستيبل. الحاله اللي هي الميتا ستيبل او شبه مستقره دي بيكون فيها ايه؟ بيكون فيها العنصر عنده مقدار من الطاقه لسه ما فقدوش، يروح يعمل ايه؟ يحصل له عمليه حاجه اسمها بحط لها رمز ام زي التكنيشيوم 99، بيكون فيها ايه؟ في مرحله معينه غير مستقر، فبينتج لي ايه؟ بينتج لي اشعه جاما اخرى بطاقات ايه؟ بطاقه ثاني، فدي بسميها الميتا ستيبل او الايه؟ او شبه المستقر او اللي هو التحول الايزوميري. في التحول الايزوميري انه بتكون عندي العنصر او النظير المشع فقد مقدار من الطاقه ولسه ما زال عنده مقدار من الطاقه، بيفقده بعد فتره زمنيه تكون قصيره او طويله ما تزيدش عن كام سكند ثواني بسيطه، ويفقد فيها ايه؟ الطاقه الثانيه بايه؟ وليها مقدار معين من الطاقه، يتحول الى عنصر مستقر زي مثلا زي التكنيشيوم 99. هو بعد ما عمل عمليه فقد في طاقه من طاقات جاما الاولانيه تمام، اتحول لسه ما زال عنده اللي هو المقدار من الطاقه، فيفقد صوره اخرى من الطاقه بصوره ب 140 كيلو الكترون فولت او واحد مع 142 كيلو الكترون فولت، ده بنسبه 1.4 وده بنسبه 98.6، يفقدهم في فتره زمنيه مقدارها مثلا 6 ساعات اهو. الفتره الزمنيه دي هيفقدها هيتحول الى ايه؟ الى عنصر ثابت اللي هو او عنصر ثاني اخر اللي هو شبه مستقر اللي هو مستقر اللي هو التكنيشن 99. ودي احنا بنستخدم العنصر ده اكيد الشباب اللي هم شغالين في الطب النووي بيستخدموه اكتر. طب
طيب يبقى كده انا عندي عرفت الاضمحلالات كعامه، الفا بتنتج من عناصر ثقيله بتقل فيها العدد الذري الى 2 والعدد الكتلي الى 4، والاضمحلال بتاع الفا الطاقه بتاعته مميزه للعنصر، يعني بصمات العنصر. بيتا بتفقد بتضمحل في صورتين مختلفتين، صوره بيتا الموجبه وبيتا السالبه البيزيترون او بيتا. الاثنين لما هيحصل عمليه الفقد فيهم بيبقى عباره عن الطيف بتاعهم عباره عن طيف مستمر يبدا من الصفر الى اقصى قيمه، فبالتالي انا ما اقدرش احدد بيه نوع العنصر، فهو غير مميز لمين؟ للعنصر. ففقد بيتا السالبه بيتحول فيها النيترون الى بروتون، ويتحول والاي والانتي نيترون المضاد ليه، وبيقل بيزيد العدد الذري الواحد ولا يتغير العدد الكتلي. طب في بيتا الموجبه بيفقد البروتون يتحول الى نيترون ويفقد ايه شحنه موجبه اللي هي البيزيترون مع النيترون بتاعه، تمام، وفيها يقل العدد الذري بمقدار واحد ويزيد إيه ولا يتغير العدد الكتلي، خلاص بيتا، وبيتا لا غير بصمه او غير مميزه للعنصر. بعد كده عندي حاجه اسمها تحولات جاما، جاما دايما بتنتج من التفاعل بتاع اضمحلال بعد اضمحلال بيتا او اضمحلال الفا، بيكون الطاقه الذره فيها او النواه النظير المشع فيه مقدار من الطاقه، تمام، فبيحاول يفقد هذا المقدار ايه؟ المحاضرات كلها مسجله، حتى محاضرات العمل اللي رفعتها لكم على اليوتيوب، بس ما ايه جزء محاضرات، كل المحاضرات ان شاء الله مسجله. بنقول احنا عندي جاما هتبقى ناتجه دائما بعد اضمحلال بيتا او اضمحلال الفا، بيبقى نواه النظير المشع عندها مقدار من الطاقه، فبتفقده في صوره مين؟ في صوره جاما، اشعه ايه؟ اشعه جاما. طيب بعض الحالات بيبقى في حاجه اسمها التحول الايزوميري او الغير مستقر، بيكون فيها العنصر بعد ما فقد جاما، زي الصوره اللي قدامي انا هنا، فقد جاما لكن لسه عنده مقدار من الطاقة لسه موجودة، فبيفقدها بعد فترات زمنية بسيطة، فبيفقد المرحلة الثانية اللي هي بيفقد لي جاما في صورة بطاقة مقدارها 145.5 كيلو إلكترون فولت بنسبة 98% و6.6 بعد 6 ساعات. فبعد 6 ساعات التكنيشيوم يتحول لتكنيشيوم عادي خلاص 99، ويفقد بعدها ايه؟ جوسين بيتا. طيب فدي بنسميها التحول الايزوميري، ويعطيني ايه؟ الايه الطاقه الايه المنفصله. الطاقات المنفصله او متقطعه اللي هي زي بتاعه جاما وزي بتاعه الفا، وبتكون مميزه لمين؟ للعنصر. طيب التحول اللي بعد كده، خلاص انا كده عندي ايه؟ عرفت الفا بيتا جاما. طب هل في الاشعه السينيه بتطلع من 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 النواه؟ انا قلت عندي اشعه سينيه هتبدا ايه؟ في اول شيء الاشعه السينيه اللي هتنتج من الاجهزه اللي انا بستخدمها عندي في المستشفى، تمام، اللي هي عباره عن جهاز كهربائي بديله مقدار من بسلط فوتون معين على التارجت بتاعي، على الماده الموصل عندي، الماده بتاعتي التارجت، ينتج عنها اشعه سينيه، سواء اشعه سينيه انكباحيه او اشعه سينيه ايه مميزه، تمام. طيب انا مش فاهم والله يا ملك، انت كل واحد بيدخل بتقول كلمتين، انا ببقى مش مركز معاكم، يا ريت يا اما ممكن قبل بعد المحاضره، يعني اخر 10 دقائق في المحاضره هنفتحها ايه نتكلم مع بعض يبقى افضل، ماشي. الاشعه السينيه هيبقى فيها الايه؟ هيبقى فيها الاشعه المميزه او الاشعه الانكباحيه. طيب ودي تنتج من تفاعلات خارج النواه، تفاعلات خارج النواه. طب انا هنا عايز اتكلم ايه؟ لا انا عايز اتكلم على تفاعلات تنتج أشعة سينية من داخل النواة، زي مين؟ زي في حاجة اسمها التحول الداخلي. إيه التحول الداخلي؟ التحول الداخلي إن هو بيكون عندي النواة عندها مقدار من الطاقة، في لسه في النواة فيها مقدار من الطاقة، تفقدها في صورة أي فوتون زي أشعة جاما، لما تصعد تطلع من عندي، تطلع من النواة بينتج عنها إيه؟ تطلع من النواة تروح تصطدم، هي الطاقة كانت موجودة في النواة، ده الانتاج الاشعه السينيه المميزه الطبيعيه بتاعتنا، تمام، اللي هو بيكون فيها ايه؟
بيكون فيها طاقة جاية من الخارج، أنا بسلط على التارجت بتاعي فوتون خارجي فيصطدم بالإلكترون الداخلي، يطلع يتحرك بسميه إلكترو أجاير إلكترون، ويتعوض عنده بإلكترون من مدار آخر يطلع لك أشعة سينية كي ألفا أو كي بيتا أو إل ألفا أو إل بيتا، أو إنه هو نفس الفوتون ده يتحرك أو بيتا جسيم بيتا يتحرك بالقرب من النواة، يحصل له عملية انكباح بزيادة فرق الجهد، تمام؟ فيطلع لي أشعة سينية انكباحية. لكن الأشعة التحول الداخلي، لا، التحول الداخلي إنه نفس الصورة اللي كانت هنا عندي هي، إنه بدل ما الفوتون يطلع يجيني من خارج النواة ومن خارج الذرة، لا، الفوتون بيطلع لي من من داخل النواة، من داخل النواة في صورة مين؟ في صورة أشعة جاما. لما هيطلع هيصطدم بمين؟ هيصطدم بأي إلكترون القريب منه، غالبا الإلكترونات القريبة من النواة اللي هي في الكي أو في الإل. لما هيصطدم بيها هيديها الطاقة دي ويهرب الإلكترون أو يتحرك عندي، فبالتالي يبقى فيه فراغ عندي في النواة هنا، فينتج عنها إن الإلكترون يتحرك لمين؟ ينزل لمين؟ ينزل يعوض مكانه، يطلع لي أشعة الإكس راي مميزة، أشعة إكس راي مميزة. طيب في التحول الداخلي هنا عندي إيه الناتج بتاعي؟ إيه اللي هي حصل؟ صعد من عندي فوتون أشعة جاما، لما اصطدمت يبقى نتج عندي إلكترون الأجاير إلكترون أو الإلكترون الهارب عندي، واحد. اثنين، هيتعوض عنده لما هيتعوض بأي إلكترون من مدار تاني هينتج عنه أشعة إكس راي مميزة، فبالتالي نتيجة التحول الداخلي الإلكترون الصادر ده ومين؟ وأشعة إكس راي المميزة. طيب في طريقة تاني؟ قال في حاجة تاني ممكن تؤدي لمين؟ إن تطلع لي أشعة إكس راي. طيب إيه هي؟ أنا قلت هنا أنا عندي فوتون صعد، ده سميته التحول الداخلي. طب الأثر الإلكتروني هيحصل في إيه؟ لما تكون عندي الذرة هنا كبيرة، يعني هيفي ميتالز، عناصر ثقيلة، العناصر الثقيلة معناها العنصر الثقيل بيكون فيه عدد البروتونات من داخل كثيرة، يعني فيها 82 أو أكثر من 82 بروتون، معناها قوة الجذب زيادة ولا قليلة؟ قوة الجذب عالية جدا، فبالتالي يحصل قوة الجذب دي تعمل تروح تجذب إلكترون، أي إلكترون قريب من الكي تروح تعمله عملية جذب وتدخله أسر، زي في الحرب أسر، سحب إلكترون من 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 الذرة من المدارات الداخلية ودخله داخل النواة. لما هيدخل داخل النواة هيتفاعل، هيبقى الإلكترون قاعد بيجري لوحده بيلعب في الصالة ولا لازم هيتحد مع حد تاني؟ لازم يتحد مع مين؟ هيتحد مع البروتون، الله يفتح عليك. طب لما هيتحد مع البروتون هيتكون هيتكون بروتون زائد شحنة سالبة اللي هو الإلكترون، يديني الشحنة المتعادلة اللي هي مين؟ النيترون. مش أنا عندي البروتون موجب زائد إلكترون سالب، معناه هيتلاشى الموجب مع السالب ويديني النيترون، زي ما بتقولنا حاجة ملك. طيب لما ينتج النيترون، لو كان عندي أبص أول خطوة الإلكترون دخل جوه، خلاص كده أول ما دخل حصل اتحول البروتون إلى نيترون. إيه النتيجة من ذلك؟ لما في بروتون اتحول لنيترون هيحصل لا مش البروتون لما تحول لنيترون معناها العدد الذري هيقل واحد يا حاج ملك. مش انا عندي لما الالكترون ده هنا، الالكترون ده دخل جوه هنا عندي في اول ما دخل اتحد مع بروتون فتحول الى نيترون، يبقى معناها ان العدد الذري بتاعي زاد ولا قل ولا ما تغيرش؟ يا نمرية لا طب فهمتوا التحول الداخلي يا شباب؟ التحول الداخلي، عشان قبل ما ندخل في الأصل تاني، التحول الداخلي في فوتون عندي صعد دخل من النواة هنا
وراح حصل ايه، اصطدم باحد الالكترونات، الالكترون اخذ الطاقه وهرب، انتهينا كده. لما هرب اتعوض عنه بالكترون من احد المدارات، فطلع عندي اشعه اكس راي، طلعت عندي اشعه اكس راي. فناتج التحول الداخلي النواه ما حصلهاش اي تغيير، لا ولا في بروتونات زادت ولا نيترونات زادت، لكن اللي حصل التغيير اللي حصل ايه، انه عندي النتيجه عندي ظهر عندي الكترونات وايه وبروتونات، الكترون واشعه اكس راي مميزه. طيب الاثر الالكتروني ايه هو الاثر؟ الاثر الالكتروني بيقول لي عباره عن في شحنه موجبه زايده خالص موجوده في النواه نتيجه لان عدد البروتونات فيها كتير خالص، فالشحنه الموجبه دي اثرت على احد الالكترونات القريبه وجذبته الى داخل النواه. لما جذب الى داخل النواه مش هيحصل في ايه؟ لما تجذب الى داخل النواه ما ينفعش الالكترون يعيش جوه، فلازم يتحد مع شحنه موجبه اهي البروتون، فيتحول الى ايه؟ الى متعادل الشحنه اللي هو ايه؟ النيترون. طيب معناها ان انا عندي هنا في بروتون موجب الشحنه اتحول لمين؟ لنيترون. طب لما البروتون يقل ايه هيحصل؟ في بروتون قل معناها ايه؟ البروتون بيدل عليه حاجة مروج، بيسميه احنا ايه عندنا؟ لا مش عدد الكتل، البروتون هو العدد الذري زي ما ضحى بتقول. يبقى انا عندي لما البروتون هيتحد مع الالكترون هيقل العدد الذري، خلاص في بروتون قل يبقى يقل العدد الذري بمقدار واحد. ما في، ما هو ايزوتوب كله، ما هو شغال، هو بي بي هو لما طلع الشحنه وجذب الالكترون برضه كان ايزوتوب، ايزوتوب يعني هو نظير. طيب لما طلع لي الصدم هنا بالبروتون حصل في ايه؟ الكتله يبقى زي ما هي، الله ينور عليك يا نرجس. طيب يبقى هنا لما في الاثر الالكتروني الالكترون دخل اصبح في عندي بروتون قل عشان اتحد مع الالكترون، فبالتالي العنصر اتغير ولا هو زي ما هو؟ العنصر تغير. جميل، الله يفتح عليك. يبقى معناها ايه؟ لما حصل الاثر الالكتروني اول خطوه حصل فيها الالكترون، انا فقدت الالكترون، نزل بقي في عنصر جديد، صح كده؟ صح. طب لما كان هنا لما انا فقدت الالكترون ده راح حصل ايه؟ في فراغ هنا، مش في بيجي في فراغ؟ المطلوب ايه؟ ان نعوض الفراغ ده باي الكترون من بره، عشان ما ينفعش ان الذره تبقى فيها الكترونات ناقصه في المدارات الداخليه. هيتعوض، جاب الكترون ثاني، ممتاز. لما نزل الالكترون مكانه ايه هينتج عن الحركه دي؟ لا مش ايونيزيشن حاج ملك، هينتج اكس راي. الايونيزيشن لو كان الالكترون هرب بره. يبقى لما هيحصل الالكترون الالكترون يتعوض بالمدار ده هيطلع لي اشعه اكس راي المميزه، الله يفتح عليك يا دحى. طب لما يطلع اشعه اكس راي المميزه تميز مين عاد؟ يلا الاشعه اكس راي الناتجه المميزه مين العنصر؟ ما انا عارف عنصر، العنصر مين؟ الله يفتح عليك يا دحى. هتميز العنصر الجديد. يبقى لما انا هنا كان عندي عنصر فيه مثلا 82 بروتون، لما جذب الالكترون عنده اصبح العنصر فيه كام؟ في 81 بروتون. وبيجي في فراغ عندي، الفراغ ده عشان يتعوض بالكترون ثاني هيطلع اشعه اكس راي تميز العنصر اللي هو ابو 81، العنصر ايه؟ الوليد او العنصر الجديد. مفهوم يا شباب؟ طيب سؤال هنا في الأثر الإلكتروني، في الأثر الإلكتروني ما هي نواتج الأثر الإلكتروني؟ قال لك سؤال، قال لك ما هي نواتج الأثر الإلكتروني؟ لا ليه يا نرجس؟
ليه ملك؟ لا الاس الالكتروني ما فيش الكترون هرب، الالكترون دخل عندي في النواه فمش مش معتبرش ناتج، لكن زي ما بتقول الضحى اكس راي مميزه لعنصر جديد، اكس راي مميزه. الجامعه اللي طالعه دي ما فيش جامعه عندي تضغط، وما فيش ايوه ما تضغطش جامعه مريا عدنان، اه ما تضغطش جامعه. مش انت احنا بنقول هنا انا كان ولا البروتون يا دعاء. بص يا بنات انا كان عندي هنا في 82 بروتون، تمام؟ جذب الكترون خلاص اختفى البروتون عندي تحول لنيترون، فبيجي في عندي ايه؟ لسه ما فيش حاجه نتجت عندي، هو ده دخل جوه خلاص ما طلعش بره. طب لما حصل الفراغ ده اتعوض بالكترون نتج عنها اكس راي مميز للعنصر الجديد. اكس راي مميز للعنصر الجديد. لو انت زي ما بتقول يا دعاء بروتون، طب ما ينفعش البروتون، البروتون ما طلعش اساسا، هو ده اختفى عندي بروتون مش مش زاد. تمام؟ طب لو انا بقول ما هي نواتج التحول الداخلي؟ التحول الداخلي انا عندي الطاقه طلعت من النواه اصطدمت بالالكترون، الالكترون ساب مكانه ومشى اتعوض عنه كده، بقى اول حاجه في الكترون هرب اه واحد، اثنين اتعوض عنه باحد الالكترونات طلع منها اشعه اكس راي. طب اشعه اكس راي اللي نتجت في التحول الداخلي مميزه، تميز العنصر مين؟ الجديد ولا القديم؟ اللي هيقولها دي هحدده واعتبره درجه الف. ملك وحيده قالت القديم وهديل، دعاة جديد، حد يقول ثاني؟ حد يوحد الله يقول لي احمد الله الحمد لله على السلامه يا عم احمد. ده انا بتكلم في التحول الداخلي، الله يهديكم. مش التحول الداخلي اصلا ما فيش عنصر اتغير يا شباب، يا شباب الحمد لله الحمد لله على السلامه يا ملك. العنصر ما اتغيرش في التحول الداخلي، انا عندي الاها كده نفس العنصر، يبقى عندي كده في التحول الداخلي الذي ينتج الكترون اللي هو اكبر الكترون، وينتج عندي كذلك اشعه اكس راي مميزه تميز العنصر وما في تغيير. ماشي ملك. طيب كده انا عندي ايه الفرق بين اتكلمت كده عشان نبقى مركزين، المحاضره دي مهمه خالص عشان ايه هنبني عليها شغل ثاني. الفا عباره عن اثنين بروتون واثنين نيترون وثقيله وحركتها بطيئه، فبالتالي بتعمل عمليه تاين في حوالي 100 الف تاين ممكن في 3 4 سم اللي يكون طاقتها ميجا. اثنين بيتا، نوعين بيتا سالبه وبيتا موجبه، بتنتج عن تحول البروتون الى نيترون يطلع لي بيتا الموجبه مع الانتي مع النيترونيو، النيترون يتحول الى بروتون يطلع لي بيتا السالبه، تمام؟ والانتي نيترون المضاد لي. بعد كده قلنا والله في عندي جاما، جاما دي بتنتج دائما بعد اضمحلال الفا، بعد اضمحلال الفا او اضمحلال بيتا، ومش مرتبطين بعدد، يعني ما حدش يقول لي والله انا الفا طلعت 10 كيلو الفا هيطلع من وراها 10 كيلو جاما، لا مش ما حدش يعرف الايه الاعداد عشان بيسالني يقول لي والله عدد الاشعاعات الفا او جاما الناتجه بعد اضمحلال الفا اكبر ولا اقل ولا اصغر؟ اقول له انا ما اعرفش كله زي بعضه. طيب اثنين بعد كده جاما دي ممكن بعد ما تضمحل بعد يكون فيها لسه مقدار من الطاقه بسميها ميتا ستيبل او مش مستقره لسه، زي التكنيشيم اللي هو 99 ياخذ بعد 6 ساعات بعد ما انتجته، فعشان احنا دائما بيبقى عندنا مولد التكنيشيم في بعض المستشفيات، بعد ما انتجناه ياخذ 6 ساعات يروح يفقد ايه اشعه جاما بقيمتها حوالي 140 او 142 كيلو الكترون فولت بستخدمها في الطب ايه النووي. بعد كده قال لي والله طب اشعه اكس راي، اقول له ده اشعه اكس راي صح بتطلع اغلبها من الاجهزه الكهربائيه اللي انا بستخدمها الاي سي تي او الاكسلريتور او الاجهزه العاديه بتاعتي، بس لا ده في اشعه اكس راي ممكن تنتج من داخل ايه تفاعلات نوويه. ازاي؟ قال لي عندي حالتين، الحاله الاولى التحول الداخلي انه النواه يكون فيها مقدار من الطاقه تمام تفقدها، فلما تطلع من بره النواه تصطدم باحد الالكترونات الداخليه بتخليه يهرب ويسيب مكانه ويمشي، لما هرب كده ده ناتج عندي في الكترون هرب بسميه الالكترون ابير تمام. اثنين انه في الكترون داخل النواه يعوض الالكترون اللي هرب عندي فيطلع لي اشعه اكس راي تميز هذا العنصر، وهو العنصر لم يتغير. الحالة الثانية من مصادر اكس راي انه يكون في ايه؟ يكون عندي نواة ذرة ثقيلة فيها عدد بروتون كتير جدا فينتج عنها ايه؟
ينتج عنها أشعة مين؟ ينتج عنها أنها تجذب أحد الإلكترونات إلى داخل النواة. طب لما يدخل داخل النواة هيحصل إيه؟ لما هيدخل داخل النواة ينجذب مع البروتون فيتحول إلى شحنة إيه؟ إلى نيترون. لما تحول لنيترون يبقى العدد الذري بتاع العنصر ده قل، العدد الذري قل فبتحول اتحول إلى عنصر جديد. ممتاز. لما تحول لعنصر جديد أوتوماتيك بيجي في فراغ عندي بتاع الذره، الالكترون اللي هرب ده مشى من عندي اللي هو دخل اللي هو الاسر اللي احنا اسرناه، يعوض باحد الالكترونات الاخرى فينتج عنه اشعه اكس راي تميز العنصر الجديد، تميز العنصر الجديد. التحولات بعد كده الالكترونات الثانيه اللي هي زي النيترونات. النيترون ده عنصر من عناصر الموجوده داخل النواه، قلنا احنا فيه عنصر الاساسي هو البروتون والنيترون. النيترون ده احنا بنتفاعل معاه وبيبقى فيه عندنا تفاعلات طبيه موجوده، وفي في مجال الصناعي اكثر معايا اكثر من مصدر من مصادر، ان المصادر بتخلي الذره تطلع النواه النيترون. الاكثر والمشهور ان هو بيبقى ناتج في مفاعلات نوويه، الاكثر والمشهور خالص مفاعلات، لكن في بعض التفاعلات بتحصل زي اسمه تفاعل نووي. انا اعمل ميكس اجيب ايه بودره، يعني ماده كيميائيه في صوره باودر ناعم جدا زي اسمه أمريشيوم. الأمريشيوم ده في طبيعته عنصر نظير مشع، بيطلع لي مين؟ بيطلع جسيم ألفا. جسيم إيه؟ ألفا. فألفا دي اللي تطلع من الأمريشيوم تصطدم بمادة اسمها مسميها البريليوم. البريليوم هو بيبقى فيه أربعة بروتونات وعدد الكتل بتاعه تسعة، يصطدم به تفاعل، أعمله عملية الميكس ده في تفاعل معين في جهاز، يروح يطلع لي إيه؟ النيترونات. والنيترون ده اللي بيطلع من عندي من الجهاز ده انا دايما بستخدمه في المجالات الصناعيه. الناس بتشتغل في المجال الصناعي بيستكشف الميه. ليه بيستكشف الميه؟ كمعلومه خارجيه، لان النيترون عندي كتلته زي كتله مين؟ كتله الهيدروجين. مش الهيدروجين عباره عن واحد بروتون وما فيهوش نيترونات، الهيدروجين الطبيعي. فلما يصطدم بيه بيبقى فيه تصادم مرن، يقدر يرجع ثاني اروح اعمل بيه ايه؟ اقدر استكشف لو كان في مكان فيه رطوبه عاليه زي المجالات الصناعيه اقدر ايه استكشفها عندي. طيب وهوريكم شكل ليها برضه انا حطيته عشان نبقى مركزين فيه. النوع الثالث كده مصادر النيترونات. النوع الثالث ان انا اعمل اكسلريتور او معجلات للنيترونات دي بتبقى موجوده، وحاليا بعض الدول بتستخدم المعجل بتاع النيترونات في علاج ايه؟ في علاج الاورام البعض. تمام؟ او ان انا بيكون في عندي عناصر اوتوماتيك لوحديها بتطلع النيترون زي مين؟ زي الكاليفورنيوم، عنصر اسمه الكاليفورنيوم 252 ده اوتوماتيك هو بيطلع بيفقد الاضمحلال بتاعه بيفقد فيه مين؟ بيفقد فيه النيترون. ففقد النيترونات طبعا انا مش هيتغير فيها العدد الذري، لكن هيتغير فيها العدد الكتلي، هيقل بمقدار ايه؟ واحد، لكن عدد الذري ايه؟ مش هيقل. وفي تفاعل اخر، يعني انا قلت تفاعل الفا ان هو ماده زي الاميريشيوم بتطلع الفا تصطدم بالبريليوم. في برضه في تفاعل الفوتونات. تفاعل الفوتونات يكون عندي مصدر من مصادر الفوتونات اللي هي الفوتونات زي اشعه الجاما تصطدم بماده معينه برضه تعمل لها تفاعل نووي وتطلع لي مين؟ النيترون الناتج عنه. طبعا انا عندي برضه الاستخدام الموجود في المفاعلات النوويه كثير في النيترونات. هنا بيوريني الفرق بين كل اضمحلال. النمط بتاعي الفا بتفقد لي اثنين عدد ذري، تفقد اثنين وتفقد عدد كتلي اربعه. البيتا تفقد العدد الذري بتاعها لو كان اتحول النيترون الى بروتون، يعني البيتا السالبه هيبقى فيها العدد الذري هيتحول ايه؟ امين السالبه، هيبقى البروتون يتحول الى نيترون يبقى العدد الذري ايه؟ يزيد ايه؟ واحد. بيتا السالب بيتا الموجبه هيبقى فيها العدد الذري يقل واحد عشان البروتون هو اللي هيتحول الى نيترون. تمام؟ وطلع لي بيتا السالبه. اشعه اكس التحول الداخلي مش هيحصل فيه تغيير، لكن الاثر الالكتروني هيحصل فيه تغيير ان هو هيزيد العدد الذري يقل بمقدار واحد، لكن عدد الكتل لا يتغير. هنا طبعا دي استخدامات اللي بستخدمها في النيترونات. انا عندي حاجه اسمها صبار بتاع الابار، ان انا بيكون مصدر ومصادر النيترونات موجوده عندي في جهاز بنسميه اللي هو الويل ليجونج اللي هو الكشف عن الابار عن الميه او على البترول او على الغاز الطبيعي. زي ما قلت انا دلوقتي ان بقول ان النيترون عباره عن واحد كتله
من الكتلة الذرية زيها متشابهة في الكتلة مع البروتون، فبالتالي لما أنا أبث في التربة هنا أو في أي وسط عندي النيترونات لو اصطدمت بهيدروجين كتير هترجع هيعمل عملية تصادم مرن، تحول النيترونات فيها أنواع، في حاجة اسمها النيترونات السريعة، النيترونات الحرارية، النيترونات البطيئة. لما يكون عندي نيترون سريع يصطدم بالهيدروجين يرجع يتحول إلى نيترون حراري أقدر أستكشف منه، أو نيترون بطيء أستكشف عن طريق الكواشف اللي هي زي تكلمنا عنها أمس وأول أمس، اللي هي زي جيجر ميلر وغيرها، أستكشف منها يتحول لي إلى إيه؟ إلى عنصر إيه؟ أعرف عدد الهيدروجين الموجود، بالتالي يستكشف إيه التربة. برضه استخدامات من النيترونات حاجة اسمها كواشف للرطوبة بتاعة الأسفلت والإيه والخرسانة الموجودة في المجالات إيه الصناعية. بعد كده ده الاضمحلال عندي زي مخطط الاضمحلال، إن العنصر عندي بيكون أي عنصر لما يبدأ لي كبداية كاسم العنصر الأم أو النواة الأم تمام، فتقعد تفقد مثلا لو فقدت ألفا ممكن تفقدها مثلا في 7-8 آلاف سنة وتحول للسيريوم، السيريوم يفقد بيتا السالب يتحول لباليوم، والباليوم يتحول إلى يورانيوم تاني بعد ما فقد، وهكذا. التفاعلات دي أنا بعرف منها، لو فقد ألفا لازم أوتوماتيك أعرف إن العدد الذري هيقل بمقدار 2 والعدد الكتلي هيقل بمقدار 4. طب لو فقد بيتا، لما يفقد بيتا معناها إنه في نيترون هيتحول إلى بروتون فالعدد الذري هيزيد 1. طب لو فقد بيتا تاني هيتحول نيترون إلى بروتون تاني هيزيد 1، فبالتالي يرجع لنفس العنصر، بس إيه هنا العدد الكتلي كان 238، لا هنا العدد الكتلي 234. معنا 5 دقائق أو يعني شوفوا كل واحد اللي في شيء مش مفهوم في الجزئية اللي عشان دي مهمة يتكلم ويسمعني صوت. ما فيش ندخل على اللي بعديها على طول، هي مرتبطة بنفسها يعني، بس هتكلم على المحلل تاني. صح، الحمد لله رب العالمين. عرفنا احنا ايه هم الـ الحاجات اللي هتضمحل، يعني انا عندي عنصر نظير زي اليورانيوم لو هو ليه نشاط اشعاعي فهيضمحل حاجه من الحاجات اللي هذكرها، جسيم الفا، جسيم بيتا، جسيم بيزيترون، يفقد اشعه جاما، اشعه اكس راي زي اللي طالعه من التحول الداخلي او من الاثر الالكتروني. طب هل كلهم في نمط معين في الاضمحلال، يعني ليهم نمط او شكل معين هيضمحلوا بيه؟ يعني ايه؟ فاكرين احنا اول معادله خدناها كنا لما تكلمنا قلنا والله انا عندنا اللهم صل على سيدنا محمد، ان الشده الاشعاعيه بتاعت اي نظير مشع هتتناسب تناسب طردي مع عدد الذرات بتاعته، صح؟ يعني لما انا اديت مثال متهيألي متذكر قلت والله لو انا عندي 3 كوبايات واحده فيها 100 ذره واحده فيها 1000 ذره واحده فيها مليون ذره، اكيد ان اللي فيها مليون ذره هيبقى فيها الايه؟ ايه اللي مش موجوده بقى؟ يا سلام، طلبكم غالي ورخيص ولا رخيص مش عارفه غالي ولا ايه بالظبط؟ كل واحد يدفع 5 ريال ونحول له السلايدات. يعني ممكن تكون يعني انا وبحولها على الواتس وليت ما اشتغلتش، بس هحطها لكم دلوقتي انه شغال. الحساب بتاعي معاكم، كل واحد يدفع يبعت 10 ريال اللي جت السلايدات موجود. فقلت انا ايه يا حاج ملك ضحكنا استفدنا جبرت كده بالضحك بتاعكم. مروج وصلت الحمد لله، شكرا يا مروج، وصلت ال 10 ريال بتاعك. فانا عندي كده عدد الذرات هيأثر. طب ايه يعني عدد الذرات هيأثر؟ يعني انا عندي ماده عدد الذرات بتاعها كتير خالص يبقى هيبقى فيها ايه؟ هينتج منها اشعاع اكتر.
طب في حاجة تانية انت قلتها لي امبارح ولا اول امس لما كنا بنتكلم، قلت لي ده في حاجة اسمها عمر النصف. عمر النصف يعني ايه عمر النصف؟ قلت لي والله ده عمر النصف ده هو ايه الفترة الزمنية اللي هيجي فيها ايه هيقل فيها عدد الذرات المضمحلة او يحصل الى النصف. يقل فيها عدد الذرات، يعني عدد الذرات هتقل. طب هتقل ازاي؟ يعني كل يوم هتقل ال 10 ذرات ولا هتقل لها وتيره معينه؟ فالناس لما دخلوا في الشغل ده راح قالوا لا، وجدوا انه الشده الاشعاعيه اول شيء ان هي بتتناسب مع العدد، يعني ايه؟ لقوا الكوبايه اللي يكون فيها عدد ذرات كتير خالص فيها الشده الاشعاعيه الناتجه عنها كتيره خالص، واحد. طب ايه تاني؟ لقيوا انه ايه؟ انه العدد الذرات ده في عوامل بتأثر عليه، يعني ايه؟ لقيوا انه بعد زمن كل ما يزيد الزمن عندي، لقيوا انه العدد الاصلي اللي كان عندي بيقل، بس مش ايه؟ بعلاقه اسمها علاقه اكسبونشال او علاقه تناسب عكسي بتاع الايه؟ اللوجيه. تمام؟ فالقوة بتتناسب مع سالب لمضة اللي احنا كتبناه اللي هو المقدار الثابت ده مع الزمن اللي هيقعد فيه. يعني انا قعدت عندي المادة المشعة لمدة يوم هتقل على مقدار اليوم ده، طيب قعدت عندي لمدة سنة هتقل بمقدار السنة دي. فبي اسمها دي ايه؟ بقت اسمها العلاقات الأسية بتحت لمين؟ للإشعاع. يبقى انا عندي ان بتساوي ان نود اي اس سالب لامدا تي، ده المعادله الاساسيه اللي انا هشتغل اللي انا شغال بيها. طيب حيث ان العدد بتاع الذرات بعد زمن، بعد الزمن تي ده، تمام؟ والان نود العدد اللي لما دخل عندي في المستشفى انا استلمته كان عدد الذرات كذا، وعرفنا هنحسبها ازاي، يمكن قلناها لما اتكلمنا على عدد افوكادرو وليها طريقه اللي هي ازاي تحسب المول المول اللي اسمه المول الاشعاعي بتاعي او المول الجرامي بتاعي بتاع الماده. لما اديت مثال ممكن يكون اللي هو H2O، قلت والله انا عندي الاتش العدد الكتلي بتاعها كام؟ واحد، والاتش الثانيه واحد، يبقى اثنين اثنين عشان فيها واحد بروتون واحد بروتون. طب الاو فيها كام؟ فيها 8 و8 فيها 16، 16 و2 يبقوا 18، يبقى ال 18 جرام من H2O فيهم عدد افوكادرو. طب الـ CO2 يا شباب فيها كام؟ الـ CO2 يبقى C اللي هو الكربون فيه 12، طيب الـ O فيه 16، الله يفتح عليك يا دوحة، يبقى كام؟ قلنا كده 12 زائد 16 و16 32، و12 زي ما بتقول دوحة كده 44، يبقى ال 44 جرام من ال CO2 ينتج عنهم هيكون فيهم عدد افوكادرو. يبقى كده انا اقدر اعرف العنصر اللي عندي. انا لما كنت انا رايح شغال في الطب النووي، ده الجزئيه دي لازم ابقى فاهمها بتاع الطب النووي حافظها زي اسمه، اعرف العنصر الموجود عندي، فعن طريق المعادله دي اعرف في كام ذره عندي. قال لي والله انا عندك انت هنا وزن كذا من الماده دي، تمام؟ اقدر عن طريقه اقدر احولها لعدد ذرات، اقدر احول شده اشعاعيه، تمام؟ طيب يبقى المعادله بتاعت الاساسيه ان عدد تعريفها ان عدد الذرات للنظير المشع تقل بمقدار لوجي مع الزمن، يعني كل ما الزمن يزيد معايا كل ما عدد الذرات هيقل هتضمحل. طب ما انت هنا بتقول لي في مثال، انت اديتني مثال لما ذكرت الثلاث كوبايات انه الشده هتتناسب مع الان. طب ما انا ممكن اقول ايه؟ اقول ايه؟ الشده الاشعاعيه بتاعتي بتساوي الايه؟ الشده البدائيه اللي انا استلمت بيها العينه عندي في اي اس سالب لمضه تي. نفس معادلتين سهلين ما فيهمش ولا حاجه، خلاص؟ طيب
الوحدة اللي بنقيس بيها إيه يا شباب؟ وحدة قياس الشدة الإشعاعية. إيه؟ بكر. وتاني؟ وكيوري. الله يفتح عليكم. طيب يبقى أنا عندي هنا وحدتين، في عندي الكيوري ده وحدة كانت بتاعت الحاجة كيوري اللي قلنا عليها، بتساوي قيمة بوحدة تاني بالبكر. زي ما بيقول لك سمر، بتقول لك بتساوي 37. ايوه، في كام يا حاجة سمر؟ في مليار، يعني 10 اس 9، الله ينور عليكي، بكر. تمام، خلاص حفظناه احنا كلنا الحمد لله، بقينا زي اسمه. يبقى انا عندي وحدتين اساسيتين اللي انا عايز اركز عليه دلوقتي. هنا دي وحدة كيوري، وهنا بكرل. ده البكرل هو الحديث، يعني ما لو قال لي مين الوحدة القديمة ومين الوحدة الحديثة، البكرل هي الستاندرد اللي احنا بنشتغل بيه كلنا. تمام؟ لكن طبعا لما بيجي هو بيكون في اجهزة او حاجة يكون فيها النظير مشع بيكون كبير، فما بيكتبوش بالكيوري اللي هيكتب 100 صفر، لا بيروح يكتبها يقول لك 40 كيوري مثلا، بيكتبها الكيوري ما بيكتبهاش بالبكرل. لكن انا عارف التحويل. من التحويل ده يا شباب، من التحويل ده البكر اللي يساوي كام عشان انتوا شطار في الرياضيات؟ يساوي كام؟ مش يساوي 1/37 في 10 أس 9، او ممكن احذف 10 أس 9 دي واخليها 10 أس سالب 9. مش ينفع كده برضه؟ ملك حلوه صح. افرض 3.7 في 10 أس 10، لو انا قلت 3.7، لكن انا باخد الحته 37 دايما بركز فيها في 10 أس 9. طيب يبقى البكر اللي يساوي 10 أس سالب 9 على 37، هتحسبوها هتلاقي 1/37 تقريبا، 1/37 يساوي ايه؟ يبقى البكر ممكن اقول البكر لو عايزين تحفظوها، مش هتحفظوها تقول لي والله تساوي 2.7 في 10 أس سالب 11. ماشي؟ أنا مش عايزك تحفظ ولا واحدة غير حاجة واحدة بس، الكيوري يساوي 37 مليار، خلاص كده، أو 37 جيجا. طيب، في جزئية ممكن تكون قبل ما نتكلم في ده كله، في حاجة اسمها الوحدات. فاكرين تكلمنا عنها أو ما تكلمناش عنها؟ قلنا والله أنا عندي إيه؟ الكيلو، الكيلو فيه 10 أس كام يا شباب؟ الكيلو 10 أس 3، طب الميجا 10 أس 6، طب الجيجا 10 أس 9، طب التيرة، يلا تيرة 10 أس 12، عم العنيزي جاب له موبايل جديد بين أو لابتوب جديد. طب المايكرو -6 مرية. طيب الملي -3، ممتاز. طيب عشان هو برضه في الاسئله في المسائل هو دايما لعبته في التحويلات، يروح يجيب لك يقول لي والله دي 10 ميجا ولا 10 جيجا، وتقعد تتلخبط لو كان عرفها، لكن الحمد لله يكون ايه شطار وحافظين. طيب انا عندي كده خلاص، انا عايز امسح ايه؟ حفظت الكيوري؟ مسحته، مش عايزه خلاص، انا حفظناها انا وانت. طيب والبكر حفظناها الحمد لله. تمام. بس عايز ايه؟ انا عندي كده معادلتين اساسيتين اللي هم اللي بشتغل بيهم. قال لي عندي هنا الـ A بتساوي N في لندا، والـ A بتساوي A نوت E أس سالب لندا T. تمام؟ والـ N بتساوي N نوت E أس سالب لندا T، وعندي وحدتين. لو أنا عايز أعرف وحدة الـ A هنا الشدة الإشعاعية هتكون وحدتها كام؟ وحدتها بالكيوري ولا بالملي كيوري؟ بالبكر يا عم احمد، الله يفتح عليك. ليه طب بالبكر يا ملك صباح الفل؟ ليه بالبكر؟ بص يا شباب، عايزين نعرف عشان نبقى مركزين، لا مش عشان اصغر، هقول لك ليه. تعريف الشده الاشعاعيه عباره عن ايه؟ عدد الاضمحلالات في الثانيه، صح؟
طب انت هنا بيقول لي هنا في عدد نمبر صح؟ اللمضه مش فاكرين بتساوي لين 2، احنا حسبناها اول ما جينا اشتغلنا 6 9 3 على التي هاف، ولا ما حسبناهاش مع بعضينا؟ لا طيب، يبقى معناها هنا ايه؟ لو انا هكتب الاي، هقول الاي بتساوي حسبناها، هتساوي ان عدد الذرات في علامه 6 9 3 على مين؟ على التي هاف. يمين خالص. يبقى كده انا ربطت نفسي بايه؟ يبقى لو انا عايز اعرف الشده، يبقى كده الشده الاشعاعيه هنا الله يفتح عليك يا دحمه، الشده الاشعاعيه هتقول ايه؟ عدد الذرات المضمحله في وحده الزمن. مش احنا فاكرين احنا وصغيرين في الابتدائي لما كنا عايزين نعرف حاجه اعرفها اروح اخلي حاجه بالوحده، اقول دي وحده الزمن، يعني ايه التي بتساوي واحد؟ يبقى هيكون ان الشده الاشعاعيه هو عدد الاضمحلالات، يعني الان في اللمضه عدد الاضمحلالات في وحده الزمن. طب مين هو عدد اضمحلال في الزمن؟ اللي هو البكر. فبالتالي لازم تكون هنا الوحده تحت ايه؟ بكر. طب حته ثانيه، طب انا عندي هل العمر النصف عندي بيكون بالثواني بس، ولا ممكن يجيني عمر نص زي الكوبالت يكون 5 سنين، زي السيزيوم 30 سنه، زي اليود يوم بالايام 8 ايام؟ ممكن كده وممكن كده. ممتاز. يبقى في المعادله دي لو جاب لي، الله يفتح عليك يا سمر، لو جاب لي اي زمن لازم احوله لمين؟ للسكند، للثانيه. لان لو جبت، لو حليت المعادله دي والزمن ما كانش بالثانية، لازم الإجابة تطلع عندي إيه؟ خاطئة. يبقى في المعادلة، أول معادلة هندخل عليها، والجماعة بتوع الطب النووي لازم هيضرب، لازم سؤال أو سؤالين أو ثلاثة. لازم يكون عندي هنا الوحدة بتاعة الشدة الإشعاعية، لازم تكون هتبقى تنتج بالبكرم لما أكون بستخدم عدد مع زمن. طب نسأل سؤال حلو. يلا كده السؤال ده، احنا عندنا مين امبارح؟ اول امبارح كان فينا ثلاثة كانوا اسمائهم معايا، والنهاردة ملك الحجة ملك. طيب هسأل سؤال بدرجة، يلا. اوجد الشدة الاشعاعية لمين؟ لعنصر السيزيوم لعدد 10 اس 20 من السيزيوم ايه؟ السيزيوم كم هو؟ سيزيوم 192، سيزيوم 100، سيزيوم 72، للسيزيوم، لعنصر السيزيوم. اوجد الشده العده، هكتبها. اوجد الشده الاشعاعيه للسيزيوم، تمام؟ لا يعني سيزيوم، تمام؟ حيث نصف عمره كان 30.3 سنة لعدد 10 أس 20 ذرة. سيزيوم 100، شكرا. هاي والله انا صحت صراحه من 37. طيب عايزك ايه؟ يبقى بيقول لي اوجد ال 10 اس 20، مش ال 20 اس 10، 10 اس 20 لعدد 10 اس 20. اوجد الشده الاشعاعيه للسيزيوم نصف عمره 30.3 سنه لعدد 10 اس 20 ذره بوحده الملي كيوري، بوحده الملي كيوري. أنا هحلها معاكم، أنا لسه بقول المسألة دي من دماغي، يعني موجودة في المذكرة عندي. أنا هحلها وأنتوا تحلوها، ناخد بالظبط 5 دقائق، ما فيهاش مشكلة. اللي هيجيبها ياخد 5 نقاط، إحنا هنحط كل، في مسائل تبقى بنقطة وفي مسائل ب5 نقاط. اللي هيحطها يجيبها ياخد 5 نقاط، يلا. لو حد كان بيلعب برشلونة امبارح، ها؟ أنا هشوف إيه. Okay.
بتساوي ان في لندن يبقى الـ A بتساوي 10 أس 20 في لندن علامة 6 9 3 على التيهاف، التيهاف 30 3 10 أنا جبتها يا شباب، يلا اللي جابها فيكم اتكلم. آيفون بيقول 1.9 ملي كيور بير سكند. آيفون ستة ده صح؟ ايفون 6 ولا ايفون 5؟ رد علي. مت انت. سمر 1.6 1.67 في 10. انا بقول لك ايش اسمك ايه؟ انا بقول لك الايفون ده كام؟ عشان هو الكلمه ملي كيوري على سكند دي مصيبه. انا قلت انت ما بتغلطيش يا جنان، هو اللي غلط الايفون هو الغلطان. 1.6 في 10 أس 14، 1.67 لا. طب أنا برضه حراجع تاني عشان ممكن يكون إيه أنا مختبر. 10 أس 20، شفت 10 أس 20. طيب إن في لندن، هذه إن في لندن علامة علامة 6 9 3 على الزمن، الزمن كام؟ 30.3 على، طيب خليها على 24 على 360. ضحى بتقول 7، ايوه 7 واثنين واربعة في 10 أس 11 انا عندي. جميل. ضحى جابت ايه؟ جابتها دي كده، دي وحدة ايه ضحى؟ بالبكرل دي المفروض. عايز احولها، ايوه ماريا بتقول لك نحول من السنة للدقيقة ومن الدقيقة للثانية. جميل، طيب حلو.
عشان احول للكيوري اقسم اضرب في 10 اس سالب 9، 10 اس سالب 9 ايوه، واقسم على 37. جبت كده 1 9 ده كده بالكيوري، اضربها 19 كيوري 5 8 7 علامة 7 7 6 دي كده بالملي كيوب. حد جابها في الطريق؟ انا جبتها بالبكر الاول، حاجه جبت قيمتها 9.9 من 10 في 10 اس 11 تمام. لا لا سوري دي خطا، جبتها زي ما كتبت ضحى متشابه يعني 2 لا 7 و2 ايوه و2 4 من 10 7 و2 4 من 10 في 10 اس 11 دي حل 7 و2 من 10 في 10 اس 11 بال 17. طيب وبعد كده حولت. طيب ماشي، سؤال صعب ممكن يكون نحله، ما حدش ايه نحلها مع بعض ماشي. طيب يا شباب عشان في جزئيه ممكن يكون انا ما تكلمتش عنها اكيد، السنه احنا عندنا في حاجه اسمها السنه الهجريه، السنة الهجرية الشهر بتاعها 13 يوم صح كده؟ يعني شهر ربيع الأول مثلا 13 يوم ولا أكتر. السنة الهجرية في شهر 30 يوم وشهر 29 يوم غالبا يعني، لكن السنة الميلادية أغلبها هي 30 يا 31 إلا شهر واحد اللي هو اسمه شهر فبراير اللي هو 28 أو 29. 28 أو 29 طيب يعني كل الشهور ثابتة، يعني يناير 31 الله ينور. طيب لذلك احنا بيقول لك ايه عند في السنة الميلادية في ثلاث سنين ورا بعض يجي فبراير فيهم 28 يوم، ثلاث سنين ورا بعض يعني 2019 كان 28 يوم، 2018 كان 28 يوم، 2017 كان 28 يوم. لا الكبيسة اللي احنا عايشين فيها عم احمد الله يفتح عليك، سنة 2020 الكبيسة دي فيها ايه فبراير 29 يوم. فعشان كده لو احنا قلنا انه السنه 365 يوم تمام، فبالتالي هيحصل ايه ال 365 دي في السنه العاديه، لما جينا ضفنا اليها السنه الرابعه 366 قال لك في الطبيعي احنا نحسب حساباتنا على ان السنه الميلاديه 365 يوم وربع ايه وربع، اغلب الحسابات بيحسبوها كده في الايه في الحساب بتاعك، الا لو هو حدد لك قال لك 2019 او انت في سنه حسبها. طيب انا عندي هنا ايه المعلومات الموجوده عندي في المساله دي؟ اول شيء معلوم قال لي عندي في حاجه اسمها اضطهاف واحد. دايما يا شباب لما نبدا نتكلم مع بعض ونحل مسائل لازم نكتب المعطيات. اول معطى عندي ايه؟ اضطهاف. اضطهاف كام؟ 30 سنه هو بيقول لي و3 من 10 سنه. ايه المعطى الثاني؟ عدد ذرات اللي هو الان كام؟ 10 اس 20 جميل ذره. طب ايه المطلوب؟ قال لي اوجد الشده الاشعاعيه، دي مجهوله عندي يبقى هتبقى ايه؟ شبه مجهول. طيب ايه هو سوري دي مجهوله يعني، ايه هي المعادلة اللي تربط الناس دي مع بعض؟ في معادلة، أول معادلة أخذناها اللي هي الـ A بتساوي عدد الذرات في نصف الاضمحلال الإشعاعي. إحنا عارفين إن معدل الاضمحلال اللي هو بيساوي لين 2 علامة 6 9، هقول عدد الذرات كام؟ 10 أس 20 في الاضمحلال الاشعاعي بتاعي كام؟ بلين 2 علامه 6 9 3 على الزمن على اضطهاف. قلنا في المساله دي لازم يكون الزمن عندي استخدمه بايه يا شباب؟ بالثواني، فلازم احول السنين دي لثواني. اقول اقول 30 و3 من 10 دي كده عدد ايه؟ نصف العمر بالسنين. اضربه في السنه فيها كام يوم؟ السنه فيها 365
وستين يوم وربع، أضربها في كام؟ اليوم في كام ساعة؟ في 24 ساعة. الساعة فيها كام دقيقة؟ فيها 60 دقيقة. الدقيقة فيها كام ثانية؟ فيها 60 ثانية. ده كله طبعا تحت مين؟ تحت الصف ده بتاع ايه العلامة دي. يلا كده يا شباب، الآلة الحاسبة بتاعتكم الحلوة كده اضربوا لي الضربة دي ونشوف القيمة كام وتطلع ايه. انا هعملها تاني. شفت 10 أس 20 ضرب علامة 6 9 3 يساوي كذا، أقسم على 30 و 3 من 10 وأقسم على 365 وربع وأقسم على 24 وأقسم على 360 ادتني أيوه 7 و 2 من 10 في 10. لا أس 11 يا حاجة، في حاجة يا أنت غلطة يا أنا في غلط. شوفي راجع نفسك وأنا يا رؤى. انا طلعتها يا شباب زي ما بتقول رؤى سبعة، بس ايه دايما ما اختصرش زيادة. سبعة واثنين اربعة، سبعة اربعة سبعة يعني اثنين سبعة واربعين، سبعة واربعين في عشرة اس انا طلعت عندي في 11. يبقى انا مخطئ في شيء. طب راجع تاني، انا قلت عشرة اس 20 انا حايد ماشي. شفت أس 20 يساوي ضرب علامة علامة 3 6 9 كم؟ 6 9 3 6 6 9 3 تمام. تقسيم 30 و 3 من 10 تقسيم 365 وربع تقسيم 24 تقسيم 360. لا أنا صح. يا احمد يا عنيزي، في الآلة الحاسبة عندك في حاجة اسمها 10 وفوقيها اكس صغيرة. لا راجع انتوا تاني عشان انا ما اعرفش رجعتها برضه. 10 اس 11 7 و2 من 10 في 10 اس 11 راجعوا شوفوا لي، ممكن يكون اخطات في حاجة تاني. في الآلة مكتوب 10 اس اكس دي الصح، او مربع اكس فيه خيار. عشان كده احنا دايما كل واحد يكون معاه الاله، احنا شغالين بالذات النهارده او بكره لغايه يوم السبت، الاله اللي انت هتدخل بيها الاختبار عشان ايدينا تتعود عليه. حد طلعها 10 اس 11 ولا 10 اس 10؟ برضه 10 اس 10. طيب خلاص يبقى انتوا الصح انا المخطئ. طيب خلاص الوحدة بتاعتها يا بيان ايه وحدتها دي يا عم يا بيان؟ وحدتها ايه الشدة هنا؟ بكر. ممتاز. طب هو هنا لما جاء جاب لي الاجابات قال هل ما فيهاش ولا اجابة فيها بكر؟ قال لي في اجابات بالملي كيوري، او قال لي اوجد لي الاجابة بالملي كيوري. اعمل ايه؟ اروح اقول عشان دي كده الاجابة بتاعتي كانت 7.2 من 10 في 10 اس 10 اس 10 كانت بالبكر. اقول ايه؟ اقول الواحد بكرل يساوي كام عشان يتحول لكيوري؟ يساوي 10 اس سالب 9 اللي كانت في الكيوري تحت على 37. جميل. يبقى هقول ايه؟ الشده دي اشيل بكرل واحط مكانه 10 اس سالب 9. لا مش فيها بيان، على أو زي ما قالت عمتنا جنان، قالت لك أقسم على 10 على 37 في 10 أس موجب 9 مش سالب 9 يا بيان، موجب 9 عشان أنا حولت. لو عايز أقول أقول هشيل كل بكر أحط مكانه 10 أس سالب 9 على 37. يبقى هتبقى الوحدة عندي الشدة بتاعتي هتساوي إيه؟ هتساوي 7 علامة 2 4. ما اختصرش يا شباب كتير عشان ممكن هو الاختصار دي تجيب لي ايه اجابه انا مخطئ فيها. 47 ثاني اهي في زي ما انت قلت 10 اس 10 يبقى انت الصح. 10 اس 10 اضرب في كام؟ اضرب في 10 اس سالب 9 اللي هي كانت معايا واقسم على 37. يلا جيبها لي
10 ساعة 9 في 10 أس 10 تبقى كأنها 10. أقول القيمة اللي قدامي دي أضربها في شفت 10 أس سالب 9 وأقسمها على كام؟ على 37. طلعت لي عندي كام؟ أيوه 1.9 من 10 إيه؟ إيه؟ كيوري ملك، برافو. يبقى هتطلع عندي الشدة عندي هتساوي ها واحد واحد وتسعة من عشرة، وناخد الكسور من تحتي مثلا لو كانت 5 لو كانت 8 مثلا خليها معايا ما بغيتش اختصر كثير، معايا 7 الوحدة بتاعتها كيوري. طب هو ما ادانيش الإجابة بالكيوري، عايز الإجابة بإيه يا شباب؟ بالملي. عشان أقول بالملي أروح أكتب إيه؟ أحط كلمة ملي وأقسم على قيمته. يعني إيه؟ أقول 1 و9 5 8 7 تمام؟ في كام؟ في ملي، ها ملي كيوري. الملي وحدته إيه يا شباب؟ 10 أس سالب 3 أقسم على قيمته يطلع فوق 10 أس 3. لا، لما حضرب حضرب في 10 أس 3 موجب، عشان هو كان تحت. مش أنا بكتب إيه؟ أنا عايز أحط أها كتبت كلمة ملي، خسرت حاجة؟ لا، عشان يبقى صح أقسم على قيمته، قيمته 10 أس سالب 3، مش الملي 10 أس سالب 3، يبقى ال 10 أس سالب 3 هتطلع فوق تبقى بإيه؟ ب 10 أس موجب 3. يبقى هتبقى القيمة بتاعت الشدة بتاعت الوحدة بتاعتي هتبقى إيه؟ أها بكام؟ 1 9 5 8 و7 من 10 كام؟ ملي كيوري. حلتوها ولا نمتوا صحيتوا ولا مش سرحت الدنيا؟ ليش قسمنا الكل؟ يا لحظة يا بيان، لحظة يا بيان، يا بيان الإجابة بتاعتي أنا كانت عندي الوحدة طالعة بالبكرل، تمام؟ من شوية أنا قلت لكم إن التحويل من البكرل إلى الكيوري أو من الكيوري إلى البكرل، الكيوري يساوي قيمة 37 في 10 أس 9 بكرل. طب أنا عايز أشيل بكرل، أروح أشيل إيه؟ كانت الوحدة هنا مكتوبة مكتوب بكرل، اروح عشان اشيل البكرل ده احط قيمته، قيمته كام؟ اقسم على البكرل بيساوي 1 على 37 في 10 اس 9 كيوري. 10 اس 9 طلعت عندي، خلينا زي ما انت كاتبه، قسمت عشان احول من بكرل لكيوري. طب لما حولت من بكرل لكيوري طلعت لي القيمه اهي، بس الاجابه بتاعتي ما عاوزهاش هو بالكيوري، لا عايزها بالملي كيوري. نفس الشيء اشيل احط كلمه ملي واقسم على قيمتها، ملي على قيمتها كام؟ 10 اس سالب 3، ال 10 اس سالب 3 تطلع فوق ب 10 اس موجب 3، تطلع زي ما بتقول عمتنا ملك ايه؟ 1958 ملي كيوري. الشده بتاعت مفهوم الجزئيه السهله دي ولا صعبه؟ كل قانون عايزين ناخذ عليه مثال بسيط عشان ايه؟ ما تسرحش الدنيا مننا. طيب امسح ولا كتبت ولا عايزين تكتب ولا ايه؟ امسح. طيب يبقى اول قانون اخذناه قلنا ايه؟ ان الشده الاشعاعيه تتناسب تناسب طردي مع عدد الذرات وتتناسب مع معدل الاضمحلال بتاعي، معدل الاضمحلال اللي هو اللمضة بيساوي عدد يساوي ايه؟ بيساوي لين 2 على نصف العمر عندي. فبالتالي الشده العدد الايه الشده بتساوي ان في لمضه، واللمضه هتبقى علامه 6 9 3 على التيهاف. التيهاف لو كان عندي لازم في المثال ده التيهاف يكون بايه يا شباب؟ التيهاف يكون بالثواني، طيب بالسكن. اظن المثال احنا شرحنا ازاي جبنا ال 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 التهاب بتساوي علامة 6 9 3 على لمضة. اللي هي حطينا قلنا والله أنا عندي الشدة الإشعاعية شرحناها تمام الحمد لله عشان ما نضيعش وقت.
قلنا حطيت الشدة الإشعاعية بتاعتي اللي هي تساوي اللي هتتحول إلى نصف الشدة عندما تكون التي هيتحول إلى تي هاف، فبالتالي عوضت بالإيه مكانها إيه نود على 2 تساوي إيه نود إي أس سالب لمدة تي، شلت الإيه نود مع الإيه نود بقت عندي نص تساوي إي أس سالب لمدة تي، عشان أشيل السالب من الإي أقلب البسط والمقام هتبقى 2 تساوي إي أس لمدة تي، أخذ لين الطرفين يبقى لين 2 يساوي لمدة تي الالتهاب، يبقى معناها إنه لمدة اللي هو معدل المحلال بتاعي هيساوي لين 2 اللي هو علامة 693 على التهاب. في جزئية تاني فاكرين ان انتوا قلتوا لي من شويه ان نصف العمر التهاف نصف العمر ده اللي هو بيكون فيه الزمن اللي هيقلل ايه هيخلي الايه تساوي ايه ايه نود على 2 صح كده؟ طيب وايه تاني؟ طب بعد نصفين عمر هيحصل ايه؟ يعني التي هاف رقم 2 اها 2 تي هاف بعد نصف العمر الثاني هيبقى ايه؟ هيبقى الاي دي هدي نعتبرها اي 1 نصف العمر الاول اصبحت اي نود على 2 صح؟ طب بعد نصف العمر الثاني هيبقى الاي 2 هتساوي ايه يا شباب؟ هتساوي مين؟ ايوه هتساوي اي 1 على 2 او زي ما بتقول عمنا بيان ولا عمتنا جنان هتساوي اي 1 اي نود على 4 مش ان هي نفس القيمه مش انا كانت عندي شلت اي 1 حطيت مكانها اي نود على 2 2 في 2 ب 4 طيب بعد نصف العمر 3 نصف عمر بعد نصف العمر الثلاثة اللي هو A3 ال A3 هتساوي كام يا شباب على طول الله يفتح عليكي يا جنان بتقول بتساوي A نود بردي على 8 الله طب لو قلت بعد 4 A نود A4 بعد 4 تي هاف بعد 4 تي نصف عمر هيبقى الشدة الرابعة هتساوي كام؟ لا مش 12 يا حاجة بيان اصحي هتساوي A نود على كام؟ 16 على 16 طب يعني معناها ايه؟ لو انا شلت الارقام دي حطيت مكانها رمز بقول ان عدد انصاف الاعمار بعد عدد معين هيساوي ايه؟ هيساوي ان ايه ان دي هتساوي كام؟ هتساوي A نود الاصليه بتاعتي على مش دي بتساوي A نود على 2 أس 2 ودي بتساوي A نود على مش ال 8 2 في 2 في 2 يعني معناها 2 أس 3 وال 16 مش معناها A نود على 2 ال 16 كام 2 2 في 2 ب 4 في 2 ب 8 في 2 يبقى اس كام اس 4 يبقى طب ما انا ممكن اقول ايه هنا رقم 4 هو اس 4 هنا رقم 3 نص هو اس 3 رقم 2 هو اس 2 يبقى اقول ايه ان الشده الاشعاعيه بعد عدد انصاف معين بتساوي ان او سوري 2 أس إن الله يفتح عليك يا مريم صح ولا خطأ؟ سهلة دي؟ يبقى أنا أخذت المعادلة الثانية هتكون عندي إيه؟ يا مروج إن أنا بقول الأول قلت الشدة الإشعاعية الـ A بتتناسب مع اللمض مع الـ N بتساوي N في لمضة طيب إن الشدة الإشعاعية بالتفاعل بتاعها تفاعل أسي هتبقى الـ A بتساوي A نوت E أس سالب لمضة T خلاص طب انت جيت قلت لي طب ما انا عندي نصف العمر الاولاني الشده هتبقى نص عند نصف العمر الثاني الشده هتبقى ربع عند نصف العمر الثالث هتبقى ثمن عند نصف العمر الرابع هتبقى 1 على 16
طب ما نلقى خلاص، طب انا ممكن اكتبها معادله حلوه وسهله وبسيطه، اقول بعد نصف العمر الخامس مثلا هتبقى الشده الاولانيه على 2 اس 5، طب بعد نصف العمر الثامن هتبقى الشده الاولانيه بعد ايه على 2 اس 8. طبعا دي بنستفيد منها الشباب بتوع الطب النووي ضروري، عشان خاطر ايه، هو عايز يعرف بواقي قد حقنا للمريض وهو متبقي جزء، عايزين نعمل له عمليه ايه، نعمل له عمليه تلاشي او تلاهي، عايزين نخليه يقعد عندي في المخزن لمده نصف عمر ايه، لغايه لما يبقى بعد 8 انصاف اعمار، هعرف الشده بعد الثمان انصاف اعمار دي كام، بعد الثمان بعد الزمن اللي هو ايه اللي انا جبته. سهله دي؟ خدنا القانون الاولاني اللي قلنا ايه، قلنا والله انا عندي ان الشده الاشعاعيه بتاعتي بتساوي ايه، بتساوي ان في لمضه. في القانون ده عشان نكتب حاجه حلوه، بس في القانون ده اللي هو الايه، بس لازم اللمضه الان اللمضه او الزمن بتاعي لازم يكون بالسكند عشان تطلع الشده بالثواني. هنا الايه اللي بيساوي اي نود اي اس سالب لامدا، مثلا مش عارف اكتب لامدا ازاي، تمام، لامدا تي تمام. في المثال ده في القانون ده اول شيء هنا لما يجيب لي في الاختبار اقول له ايه، اول حاجه لو انت جبت لي حاجه الاي جبتها لي بالبكر هخليها في البكر ويطلع الناتج بالبكر عشان الاثنين قصاد بعض. طيب هنا عندي خليها سالب لمضه اللي هي عباره عن علامه 6 9 3 تمام، ضرب الزمن التي بتاعي ده كله تقسيم كام؟ التهاف، صح كده؟ اقول لك ايه؟ اقول لك في المثال ده انا مش محتاج اغير الزمن، ليه؟ يعني انت حضرتك مش لازم انا هنا يبقى عندي التهاف ده بالسكند زي ما انا عملت في المثال الاولاني، لا، لو انا عندي التهاف مثلا مدهوني بالايام لازم الزمن ده يكون بالايه؟ بالايام. عندي الزمن هنا بالسنين لازم التهاف وانا محتاج هي اللي هتطلع عندي كناتج لازم تطلع بالسنين. ليه؟ عشان واحد فوق وواحد تحت لازم يكونوا بنفس الوحدات. هنا واحد بره واحد جوه لازم الاثنين يطلعوا بنفس الايه الوحدات. يبقى في المثال ده هيكون فيها ايه، لازم يكون الزمن ونصف العمر نفس الوحده. يعني لو هو قال لي والله اداني قال لي بعد 50 يوم وما ادانيش نصف العمر كام، او هو لا نصف العمر ده هو طبعا بيدهوني، بيدهوني على اساس ايه، هديك مثال حلو، نصف العمر بيدهوني على اساس انه في الحاجه اسمها الفورمولا شيت بيكون كاتب لي الانصاف اعمار بعض العناصر، فبالتالي لازم الاثنين يكونوا بنفس الزمن والشده اللي تنتج لي بعد ده تكون بايه، بنفس الزمن بنفس الوحده. طيب هنا بيديني ايه، هنشوف امثله موجوده تكون حلناها احنا. هنا بيقول لي اهم مثال، تم عد عينه، عد عينه يعني ايه؟ انا اكتب على طول عشان نكتب ايه؟ المعطيات عندنا، دايما انا بحب اكتب المعطيات واعرف اقول ان تساوي كام؟ 952 عدد طيب في الدقيقة، وبعد 7 دقائق تم عدها مرة أخرى. إيه كلمة بعد 7 دقائق؟ يعني الزمن اللي أنا عايز أشتغل عليه اللي هو تي كام؟ 7. اي كاونت بير سكند اللي فوق، لا هنا كاونت بير مينيت يا هي، عشان هو قال لي عدها في الدقيقه. طيب بعد 7 دقائق اداني قال لي تي كذا، طيب وبعد عدها مره اخرى وجد ان العدد ان بتساوي 148 كاونت بير مينيت. طب انا عندي ان وان، في لازم واحده فيهم ان نود واحده فيهم ان، مين ان نود يا شباب؟ الله يبارك لك يا حاج جمال، ان نود اللي هي الاولى اهي
عشان هي الاولى، هي اللي بدات بيه وبعديها زمن، فبالتالي دي الان اللي هي ايه بعد زمن اللي هو 7 ثواني. قال لي وكانت عده الخلفيه الاشعاعيه، طبعا شرحها لكم الدكتور سعد الشهري كويس. قال لك يعني ايه؟ يعني انه الخلفيه الاشعاعيه ان انا كل مكان احنا قاعدين فيه اول ما هشغل الجهاز عندي هينتن تن تن في اشعاع نسبه بسيطه، فلازم احسبها. قال لي وجدوا ان الخلفيه الاشعاعيه 6 عدات في الدقيقه، تمام؟ معنى كده انه لازم هنا اخصم اطرح من القيمه بتاعتي 6 بتوع مين؟ بتوع الخلفيه الاشعاعيه، فهتساوي كام؟ 9 4 6 صح كده؟ اه. وهنا هطرح برضه 6 يساوي كام؟ 1 4 2 كاونت بير مينت. اه يبقى انا عندي كده ايه؟ ان نوت تي. ايه القانون اللي يشيل كل الناس دي؟ اقدر اجيب منه نص العمر. القانون الايه؟ انا عندها ان تساوي ان نوت اي اس سالب لمدة تي، يعني علامه 6 9 3 ضرب ضرب كام؟ ضرب الزمن بتاعي 7 منت على تقسيم التي هاف. اه التي هاف ده مجهول عندي. اه خلاص كده عرفت، ده هو القانون الايه اللي يقدر يجيب لي ايه القانون. الله بالآلة الحاسبة يا شباب احسبها لي عشان نقدر نجيب الاخطاء بتاعتنا زي ما احنا عملناها. اولا ممكن برضه عشان اساعدكم شويه، انا هقول هنا كده عندي كام؟ ال ان بكام؟ ال ان ب 142 صح؟ تساوي ان نود هو كام؟ 946 في اي اس سالب علامه 693 ضرب 7 تقسيم التهاف المجهول عندي. طيب هنا عشان في اشاره سالب هيبقى عندي ايه؟ المفروض هتبقى المفروض هنا هودي ال 146 من الناحيه الثانيه، هتبقى عشان نبقى نحس نعملها وبعد كده ناخذ الاختصاره، هتبقى معناها 142 على 946 يساوي اي اس سالب علامه 693 تمام ضرب 7 تقسيم التهاف. عشان اشيل السالب ده زي ما قلنا قبل كده هيعكس البسط والمقام، يبقى هنا عندي 946 على 142 يساوي اي اس موجب 7 علامه 693 ضرب 7 تقسيم مين؟ التهاف. عشان اشيل الاي هنا باخذ لن الطرفين، اقول هنا لن ضفت عليه افتح قوس 946 على 142 تمام وقفلت القوس يساوي شلت الاي خلاص عاد هيساوي 7 ضرب علامه 693 تمام ده كله تقسيم التي هاف. طيب التهاف من تحت يا شباب صح كده؟ التهاف دي من تحت هتطلع، فاكرين المقص اللي احنا كنا بنعمله انه اللي في المقام يتحول بسط في الناحيه الثانيه، هتبقى هنا التهاف اه 1 علامه 2 هيساوي كام؟ ده ايوه ممتاز يا عمنا مريه، هتساوي القيمه دي على لن الجزء ده، يبقى هتساوي كام هنا؟ هتساوي 7 ضرب علامة 693 تقسيم كام؟ تقسيم لن افتح قوس كان كام؟ 946 على 142 وقفلت القوس. يلا كده بالآلة الحاسبة مريم بتقول كام؟ ملك بتقول ايه 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 يا ملك عايز ضرب النار انت يا ملك ايه 2.7 في متر؟ متر ولا ايه؟ منت ولا متر؟ من تكون قصدك على افتكرتها من طيب هقول 7 في علامة 693 تقسيم افتح قوس او عايز اجيب اللين لوحديها ممكن اجيب اللين لوحديها وبعد كده اقترحها، يعني اقول اهلين اه مثلا لين
وافتح قوس برضه 9 4 6 على 1 4 2 وقفلت القوس ادتني ايه لين القيمه دي 1 و8 9 6 1 بوينت 8 9 6 و4 من 10. يبقى هقول كام القيمه دي بتاعتي اهي 1 8 9 6 4 7 في علامه 6 9 4 9 3 على كام نسيته سبعة. أيوة ممتاز ممتاز يا بيان عم تشاهد وضوحها كله تمام. 2.5 إيه 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 وحدتها لازم تكتب لي إيه كام نمت ولا صحيت منت لا إيه دلسان. دقيقة أيوة دقيقة الله يفتح عليك. خلاص كده مفهوم يا شباب مسألة سهلة. طيب ليه؟ لأن أنا دخلت الزمن كان عندي هنا وحدة دقائق فبالتالي لازم النتيجة دقائق. هنا دخلت عدد فلازم يكون الاي نوت برضه بالعدد والاي العادية بتحتي بالايه؟ بالعدد. طيب ممتاز. طيب بعد كده احنا خدنا نصف عمرها اتكلمنا عنه والوحدات الكيوري والبكرل اللي هو 1 بكرل يساوي تعريف التحول في الثانية والكيوري بيساوي 37 جيجا بكرل خلاص احنا عرفناها وعرفنا نصف العمر. بعد نصف العمر هيبقى العدد يقل للاثنين نص ثلاث أنصاف أعمار العدد يقل إلى ثلاثة وهكذا. ده التحويل بتاعي للكيور. أنا مش عايز أحفظه، أنا حفظت كلمة واحدة. 1 كيور يساوي 37 في 10 أس 9 بكرل منها أحول الكل. وإحنا خدنا من شوية تحويلات الكيور والمكر والملي كله إحنا عرفناه. هنا طبعًا الوحدات اللي اتكلمنا عنها التيرا بتساوي 10 أس 12، الكيلو بتساوي 10 أس 3، المايكرو 10 أس سالب 6، سهل. قال لي اوجد الشده الاشعاعيه. نصلي يا شباب نكمل عشان العصر ما يضيعش علينا ونكمل الساعه ناخذ ربع ساعه بالظبط عشان العصر ما يضيع. تمام هنكمل وثلث 6 وثلث 5 وثلث سوري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فبعد كده ادرك مثلا عندي بعض الامثله. هو بيقول لي هنا اذا كانت الشده الاشعاعيه قدرت ب 10 ميجا بكرل عايز اشوفها بالجيجا. الاسهل دايما هو عايز احول من فين؟ من ميجا الى جيجا. اروح اشيل الكلمه دي، الكلمه دي كام؟ ميجا. اروح اقول اه هتساوي اها بس اسهل حاجه عندي اغير اقول 10 اها ضرب عشرة ضرب ميجا سوري ميجا واقسم على قيمتها. ميجا بكام يا شباب؟ 10 اس 6 مش هي بمليون؟ تمام ده كله في ايه؟ في كانت بالبكر بالبكر زي ما هي البكر. يبقى خلاص هتبقى 10 10 اس 6 تطلع فوق ب 10 اس كام يا شباب؟ ب 10 اس سالب 6 وهنا عندي 10 اس سالب 6 وهنا 10 اس موجب يا سمر هتبقى كام؟ هتبقى 10 اس سالب 5 هتبقى 10 لا سالب 5 اس سالب 5 مش 6 دي طلعت فوق ب 10 اس سالب 6 وهنا كان في 10 صحيح يبقى 10 اس سالب 5 وحدتها ايه دي كده؟ ميجا بكرل. جميل خالص. طب هو عايز انت كده؟ قال لا أنا عايزك تحولها لي بالجيجا. سوري كده شلت أنا ده هي دي ميجا. لحظة يا شباب أنا هيست معاك. سوري 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 الميجا هحط قيمتها، قيمتها كام؟ أنا آسف جدا. قيمتها 10 أس 6. يبقى 10 أس 6 شلتها هذه كده كلمة ميجا. صح؟ يبقى زي ما قالت الاول سوري سمر هتبقى هنا عندي الوحده بتاعتي عباره عن ايه؟
عباره 10 اس 7 بكر دي كده الايه كده ده القيمه بتاعت الشده الاشعاعيه بتاعت الايه. طب هو عاوزها بالجيجا، اروح اقول اقول 10 اس 7 احط الجيجا هالجيجا تمام واقسم عليها الجيجا كام 10 اس كام 10 اس سالب 10 اس 9 صح، مش الجيجا بمليار 10 اس 9 هتطلع فوق يبقى هتساوي كام، هتبقى 10 اس 7 ضرب ال 10 اس 9 تطلع من فوق 10 اس سالب 9 في هكتب قيمتها جيجا زي ما هي خلاص بكر يبقى هتساوي كام 10 اس يبقى 10 اس سالب 2 جيجا بكر. صعبة ولا سهلة؟ يا حاجة ماريا النت فصل بين عندنا عيد كده قولي لي عيدها عيدها. طيب بيقول لي هنا ايه الوحدة تحت، قال لي إذا كانت الشدة الإشعاعية هي المسألة مش هتحتاج زي كده في الامتحان، لكن كل المسائل هيبقى فيها الجزئية دي في كل مسألة غالبا. بيقول لي إذا كانت الشدة الإشعاعية بتاعتي لنويدة معينة قدرت ب 10 ميجا بكر، خلاص أشيل كلمة ميجا أحط قيمتها، الميجا فيها كام؟ 10 أس 6. أنا عارف والله المحاضرة صعبة شوية. 10 أس 6 خلاص بقت عندي 10 اس 6 ضرب 10 كانها 10 اس 7 بكر، شلت الاسم وحطيت قيمته. طيب قال لي حولها لي لجيجا بكر، عشان احط هنا كلمه جيجا لازم احط الاسم وقيمته اقسم على قيمته عشان كاني ما حطيتش حاجه، اقول حطيت جيجا وقسمت على 10 اس 9 بتاعتها، ال 10 اس 9 تطلع فوق بكام؟ ب 10 اس سالب 9 اهي، يبقى 10 اس 7 وسالب 9 يبقى 10 اس سالب 2 جيجا بكر. مفهومة ولا صعبة شوية برضه لسه مازال؟ طب احنا برضه مع التمرين ان شاء الله تكون نفهم شوية. اللي بتقول لي من الكبير للصغير مش عارف بيحصل ايه ومين بص يا شباب انا والله انا اسهل حاجة حتة الكبير والصغير دي انا بريح دماغي بقول ايه؟ لو انا عايز احط حاجة احط قيمتها، يعني ايه؟ لو انا هشيل الميجا يبقى احط قيمتها، لو انا هضيف الميجا اقسم على قيمتها. مفهوم الحته الصغيره؟ يعني لو انا عايز اشيل هنا 10 ميجا، انا ما اعرفش ايه كلمه ميجا دي، احط قيمتها كام؟ 10 اس 6 خلاص. طب انت عايز تحط ايه؟ عايز تضيف جيجا، اروح اكتب جيجا واقسم على قيمتها تطلع الحسبه بتاعتي صح. في الضرب بنجمع الاسس، وفي القسمه بنطرح الاسس، الله يفتح عليك يا مريم. يا ام عدنان. تمام؟ يبقى انا عندي كده ايه؟ وفي القسمه نطرح، تمام. هناخد مثال ثاني وان شاء الله مش هنسيب الجزئيه دي ثاني، يعني لازم هنكون ايه مركزين فيها اتخافوش. بيقول لي مصدر مشع الشده بتاعته 5 ميكرو كيول، عايز اوجد الشده بالبكر. خلاص اعمل ايه؟ انا قلت احط اول حاجه هو 5 اضرب الميكرو، الميكرو بكام يا شباب؟ ف 10 اس كام؟ اس 6 ولا اس 9؟ لا صح اللي قالت الاول سالب 6 رزان سالب 6 تمام. مش انا لما بقول بضحك عليكم عشان اشوف اللي صح واللي نايم، عم انا ملك نايم الليل النهارده تمام. ف 10 اس سالب 6 مين؟ كيوري. اضرب هو عايز يحول للبكر، اروح اضرب الكيوري، الكيوري بتساوي كام بكرين؟ 37 في 10 اس كام؟ اس 9 موجب 9 خلاص. يبقى هضرب 5 في 37 بكام؟ 5 ب 185 يبقى هتساوي اها 185 ضرب هنا 10 اس 9 و10 اس سالب 6 يبقى 9 ناقص 6 هتبقى 10 اس كام؟ لا ليه 0 اس 5 10 اس 3 دي وحدة ايه يا شباب؟ وحدتها انا حولت كده كله لمين؟ نمتوا شوية صح؟ حولناها البكر كده
صباح الفل يا عم احمد. يبقى كده الوحده بتاعتي هنا ايه؟ انا مش هنا، هنا بيقول لي اوجد مصدر مشع قيمته 5 مايكرو كيوري. شلت كل اسم حطيت قيمته، المايكرو ب 10 اس سالب 6، الكيوري عشان يتحول لبكرل ب 37 في 10 اس 9، اتحولت عندي 185 في 10 اس 3 بكرل خلاص. طيب ايه هو عايز؟ لا معوش كده، بيقول لي اوجد لي المصدر ده شدته بمين؟ بالبكرل. خلاص اهل الحمد لله جبناها، يبقى حولناها بالبكرل. هتقعد القائمه الاجابه تحت ايه؟ لا في خطا هنا، هي 10 اس 3 ولا عيدوها لي، يكون خطا انا عندي. هو بالكيلو بكرل. طب ماشي نجيبها بالكيلو بكرل. هقول ايه؟ هقول 185 ضرب 10 اس 3 خلاص، ده كده بكرل. عايز احولها للكيلو، اقول كيلو واقسم على الكيلو، الكيلو كام عليه؟ 10 اس 3 مش كيلو ب 1000، 10 اس 3 هيبقى عندي الشده بتاعتي هتساوي 185، 10 اس 3 فوق و10 اس 3 تحت هيبقوا 185 كيلو بكرل. 185 كيلو بكرل. طيب ان شاء الله تكون مفهومه. طيب بعد كده بيقول لي ايه هنا؟ اوجد الشده الاشعاعيه بتاعت مين المره دي؟ مصدر 200 ميجا بكرل، ما هي الشده بالكيوري؟ هروح اشيل كلمه ميجا احط مكانها 10 اس ايه؟ اس 3. اشيل بكرل عشان احول، هاي اكتبها. بيقول لي انا عندي الشده يساوي 200 اضرب في الميجا، الميجا بكام يا شباب؟ 10 اس 6 في كيوري، هي بكرل صح. عايز احول بكرل لكيوري، هقول ايه؟ هقسم على، اقسم على، افتح قوس 37 ضرب 10 اس 9 واقفل القوس ده تحت القسم كده تمام. حد يجيبها لي كده. على الاله حاسبه 200 على 37 وهنا 10 اس سالب 3 فوق في، هتساوي كام؟ جبتوها كام؟ تساوي 5.4 من 10 في 10 اس 3 انا عندي هنا ايوه 5.4 ايوه 48 ماشي في 10 اس سالب 3 ماشي صح. 5.4 من 10 في 10 اس سالب 3 تمام. دي كده طلعت الوحده دي بايه يا شباب؟ بالكيوري. طب هو لو عاوزها ايه؟ بالكيوري. طب لو عاوزها بالملي كيوري هيروح يعمل ايه؟ مثلا هيقول عشان احول هذه كده سميتها كيوري تساوي ملي على ايوه 10 اس سالب 3 تساوي 5، 10 اس سالب 3 فوق و10 اس سالب 3 تحت هتساوي كام؟ 5.4 من 10 ملي كيوري. كيوري صح كده يا شباب؟ صح. طيب طيب بعد كده بيقول لي ايه هنا عشان نبقى ايه؟ مثال ثاني. ده مهم بالنسبه لي برضه، عايز اعرفه. يبقى انا اخذت كده كام مثال عشان نبقى فاهمين فهم، مش عايز احفظ انا. اول شيء بقول والله انا عندي الشده الاشعاعيه بتساوي عدد الذرات في، ماشي عدد الذرات في معدل اضمحلال لمدا، ولمدا كانت بتساوي علامه 693 على التهاف نصف العمر، ودي لازم يكون فيها الزمن للكل بالثواني بالسكن تمام. بعد كده اخذنا ال A بتساوي A نوت E أس سالب لمدا T، أو ال N بتساوي N نوت E أس سالب لمدا T. في الحالات دي في المعادلتين دول أنا مش مرتبط بإن إيه، لو دخل عندي الشدة بالبكرل تطلع بالبكرل، دخلت بالميجا بكرل هتطلع بالميجا بكرل. الزمن دخل بالثواني يطلع بالثواني، دخل يعني إيه دخل؟ يعني لو أنا نص العمر عندي شغال بالسنين لازم الزمن اللي أنا هيدخل عندي في المعاملة تكون بالسنين،
لا الزمن عندي داخل بالايام، يبقى لازم النتيجه النصف العمر راح تطلع عندي بالايه؟ بالايام. ممتاز. هنا بيقول لي عندي مصدر من السيزيوم 137 الشده تحته 800 بكرل في اول يناير مثلا 73، ماذا تكون الشده في اول يناير يوليو مثلا 2020 او 2030؟ خلاص انا عندي الشده الاولانيه لازم اكتب القيم بتاعتها، اقول والله انا عندي ايه اول شيء الشده الاشعاعيه الايه في اول يناير، يبقى دي ايه نوت صح، في بكام؟ ب 800 زي ما هي ميجا بكر، ما مش هغير حاجه. طيب اوجد ماذا تكون الشده في 2020، يبقى انا عندي الشده دي هي ايه المجهوله. طيب بس ايه عندي ثاني؟ عندي بيقول لي انا اول حاجه عندي الاسم العنصر سيزيوم، مش اسم العنصر ده يدل على ان التي هاف بتاع السيزيوم يساوي كام؟ 30 و17 من 100 او 3 من 100، يعني هي 17 صح، انا اخطات يير زمن سنه يعني سكند سنه يير. طيب ايه ثاني يا شباب موجود عندي؟ يا حاج بيان بيقول لك هو بدا القياس لما جاله قاسه كانت سنه 73 وعايز يعرف الشده سنه 2030. انا عد السنين، يبقى عندي 74 75 76، لا ما عنديش ان يا شهر، عندي دلوقتي الزمن التي الصغيره، اروح اعد حلاق لغايه 1 يناير 23 30 57 سنه، لكن هو لما قاس في يناير وجاء قاس في شهر يوليو، طبعا انا عندي يوليو ده من يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو، اول يوليو معناه ست شهور يعني نص سنه، فبالتالي انا عندي هنا برضه زمن ايه؟ عندي التي العاديه تساوي كام؟ تساوي 57.5 سنه. طب حلو، يبقى عندي ايه؟ نود، وعندي التي هاف، وعندي ايه؟ المجهول عندي ايه؟ اقول الاي هتساوي، خلاص سهله دي، هتساوي الاي نود في الاي اس سالب علامه 693 ضرب الزمن عندي بكام؟ ب 57 سنة ونص، تقسيم التهاب بتاعتي بكام؟ ب 30 و17 من 100، خلاص اوتوماتيك اجيبها، يبقى الاي هتساوي اها بالآلة الحاسبة يا شباب على طول على السريع، هتساوي كام؟ 800 في القيمة دي. لما ابدأ بالآلة الحاسبة يا شباب عشان ما ابدأش اقول 800 واضرب، لا الأسهل اروح اقول اي الأول، اقول اي انا زي ما هشتغل بالآلة الحاسبة، اس افتح قوس سالب علامة 693 ضرب 575 تقسيم 30 و17 من 100 واقفل القوس واقول يساوي، ادتني قيمة اللي هي كام؟ قيمتها حد قال لي الايد بتساوي كام هنا؟ عشان نبقى ماشيين مع بعض صح؟ لا مش 213. أنا طلعت عندي علامة زيرو، علامة بوينت 265. ليش كده؟ يبقى أنا حد عايز الـ إيه، أنا معوش ما ضربتهاش في الزمن في الشدة. صباح لا مش عايزين، مش محتاجين يا ضحى إن إحنا نحولها. مش محتاج، ما احنا قلنا في المثال ده اللي هو اللي هستخدم فيه قانون الاي بتساوي اي نود اي اس سالب لمضة تي، ما احولش ولا حاجه الا لو كان الشده والشده اثنين مختلفين في الزمن، لازم يكون زمنهم واحد، او الزمن والزمن يكون لازم زمنهم واحد. فانا عندي هنا الشده اللي جايه المجهوله هتطلع، لازم اجابتها تطلع بالميجا بكرة. ايوه لا ليه عاد 27 سمر، يبقى انت شبه انا. تمام، أنا قلت طلعت حوالي علامة 265، طيب هضربها القيمة دي في 800 يساوي كام؟ تساوي 200 رؤى بتقول لي 213 وأنا قلت 212 و2 من 10 عشان سمر ورؤى عملوا إيه؟ اختصروا شوية يعني إيه، أخذوا القيمة وضربوها بعد كده. الأفضل دايما بقدر المستطاع ما أحاولش أختصر، عشان هو الإجابات بتاعته بتبقى متشابهة لدرجه ان هو ممكن يكون في اجابه خاطئه، انت بتعمل الاجابات
حتطلع الخطا تطلع الصح عندي. طيب طرف عندي 200 وانا جبت انا خطا اصلا في الكتابه تقريبا، انا برضه اختصرت وخليتها 214، هي 212 و2 10 او 213 تمام، 212 و8 من 10. ممتاز يا حاج رؤى. طيب خلاص كده مفهومه دي ان شاء الله سهله. طيب المثال اللي بعده بيقول لي ايه؟ اوجد النشاط الاشعاعي، ده سهل، لمين؟ للكوبالت 60 اللي عدد ذرات 10 اس 20. خلاص يبقى عندي، فاكرين المساله بتاعت امبارح من شويه، اقول والله اقول الان الايه قصدي سوري هيساوي عدد الذرات 10 اس 20 في كام؟ في لمدا، لمدا اللي هي كام؟ ضرب علامه 6 9 3 تقسيم كام؟ تقسيم الزمن. هنا الزمن لازم احوله لمين يا شباب؟ للسكند. يبقى 5 و3 من 10، دايما خليني في القوس عشان اكون مركز، 5 و3 من 10 ضرب احول السنين الى ايام، 365 وربع ضرب كام؟ 24 ساعة في اليوم، سوري 24 ساعة، 24 ساعة في اليوم ضرب 60 ضرب 60، اقفل القوس. حد جابها لي بالآلة حاسبة كام؟ هقول أنا بالآلة حاسبة 10 ولا هات شفت 20 اهي تساوي، هضربها في علامة 6 9 3 6 9 3 تقسيم 5 و3 من 10 تقسيم 365 وربع تقسيم 24 تقسيم 360 اديتني 4 وايوه 4، لا في حاجه خطا عندك او عندي، اديتني كام؟ تساوي بالنسبه لي انا 4 1 0 4 6 في 10 اس 12. طب ليه انا دائما بيبقى عندي في حاجه في زياده اس عندي وانت ناقص يا هديل؟ انت بتقول 11 انا بقول 12. طيب هشوف انا عندي ثاني. جبتوها؟ خلاص يبقى انتوا صح، يبقى دي 10 اس 11. صح. ايه الوحده بتاعتها يا حج؟ يا حجه نسرين يا نرجس، وحدتها ايه عندي؟ محدش يتكلم، طب وحدوا الله ما دام مش عارفين الوحده، مايكرو بكرل ولا ولا ملي بكرل؟ مايكرو بكرل ولا ملي بكرل ولا نانو ايه؟ نانو متر ولا كيوري ولا ملي كيوري ولا صباح الخير؟ هيستم النهارده يا بنات الشباب. مين دي؟ يا ملك يا ملك يا ملك، انت تكتب ايه دس مش عارف على السكند يا شباب. انا قلت في المثال ده، في المثال ده هنا عندي دخلت ايه زي حاجه نوف الله يفتح عليك، انا لازم في المثال ده الوحده بتاعتي لازم تطلع بكرل، لازم تطلع بكرل ما تطلعش اي وحده ثانيه تمام. هو عايزه كده طلعت الاجابه بالبكرل، قال لي وجه ثاني بالميكرو كيور، اقول تساوي نفس القيمه 4 و106 ولا 104 6 تمام ضرب 10 زي ما تقول اس 11 تمام، عايز احولها للميكرو كيوري، احط كلمه مايكرو مايكرو او خليها بحرف اليو مثلا، واقسم على قيمته، كم قيمه الميكرو؟ 10 اس سالب 6. طيب بعديها احط كام؟ احط الكيوري، اشيل بكرل واحط كيوري، اقول ضرب كام؟ 1 على 37، خلينا افتح قوس عشان ابقى دايما شاطر، 37 في 10 اس 9 واقفل القوس. كده تحولت الوحده، هتبقى النتيجه دي وحدتها كام؟ مايكرو كيوري. طيب يلا جيبوها لي كده،
انت قلتوا 4 1 0 4 6 تمام في 10 اس 11 يساوي كذا. هقسم ال 10 اس سالب 6 هتطلع فوق ب 10 اس 6 و10 اس سالب 9 9 من تحت تطلع فوق ب 10 اس سالب 9 يبقى عندي سالب 3 وسالب 11 على 37 اهي على 37 اهي جبتها 10 اس 10 هنا 11 وهنا سالب 9 يبقى ب 2 موجب وموجب 2 10 اس 8 يبقى هتساوي 1 علامة 1 0 8 9 3 ده بالنسبة لنا مايكرو كيوري. شوفوا هل صح ولا خطأ أنا جبتها. سوري في كام؟ في 10 أس كام؟ 10 أس أنا قلت 10 أس 10 10 أس 11 هنا هيطلع 2 2 10 أس 8 شوفوا هل صح ولا غلط انت جبتوه. يا بنات يا شباب صح ولا غلط ولا نمتوا ولا رايحين تتفسحوا وترجعوا تاني؟ طب اشرحها تاني؟ طب امشي وارجع تاجيكم بعد ساعة؟ طيب ما فيش مشكلة أس سبعة ممكن يبقى برضه انا ببقى في زياده عندي اس زياده ماشي امشي وارجع ثاني حاضر ينوف امشي وارجع جايكم الساعه 7 ان شاء الله طيب اشرحها ثاني بيقول لي هنا عندي ايه؟ بيقول لي والله انا عندي عينه من ماده الكوبالت عدد الذرات يبقى انا ايه المعطيات عندي؟ ال N بتساوي 10 اس 20 بارتكل تمام عدد الذرات طيب اوجد النشاط المجهول عندي اهو الاي حيث ان نصف العمر للكوبالت كذا التي هاف للكوبالت يساوي 5.3 سنه هنا يبقى عندي القانون اللي اقدر امشي بيه اقول الاي هيساوي ان ضرب لمضة لمضة اللي هي بتاعتي بتساوي ايه؟ بتساوي علامة 693 اللي هو لين 2 تقسيم التي هاف التي هاف بتاعتي اللي هو كام هنا؟ التي هاف التي هاف أعوض لازم هنا في التي هاف لازم أحوله للسكند أقول ده بيساوي ضرب 356 علامة 25 ضرب 24 ساعة في اليوم ضرب 60 دقيقة في الساعة ضرب 60 ثانية في الايه في الدقيقة. طيب حلو. وتحول كده الوحدة دي بالسكند. وهنا العدد ده خلاص بارتكلز، ما فيش مشكلة ده ممتاز كده أنا عايزه كده. طيب. فبالتالي هتبقى عندي الايه الشدة بتاعتي هشوف هتساوي 10 أس 20 تمام؟ ضرب العلامة 693 تقسيم وافتح قوس انزل كل القيم بتاعتي 5.3 ضرب 365 وربع ضرب 24 ضرب 360 وقفلت القوس خلاص جيبوها اللي هتساوي كام؟ هتطلع الوحده هنا بالشده دي لازم تطلع بالبكر لازم تطلع الوحده بالبكر تمام؟ انا هجيبها تاني في
علامة 693. طلعت عندي الإجابة في حد كان كاتب 4.14%، هو تقريبا إجابته صح كان من شوي. أنا برضه عشان كده الواحد دائما أيوه 4.14% في 10 أس 11 دي إيه وحدة بكرل. خلاص جبت أنا أول سؤال، لكن هو بيقول لي لا أوجدها لي بالمايكرو كيوري، أروح أقول آه لا هي مثيلة عند أحمد عنيزي تقريبا واحد لا أربعة 4.14% مش 126. مش عارف انا هديد معايا انا صح. طيب هقول انا عندي الشده هتساوي ايه؟ نفس القيمه 4.14 في 10 دي بيان يعقوب بتقول 10 و12، وانا دائما بتطلع معايا 10 و12، فممكن تكون انت ان شاء الله انا وانت صح. في اس 12 مش مشكله. بكرل يا ريت الواحد يحلها. اروح اشيل كلمه بكرل اه واحط قيمتها احولها لكيوري، هيبقى في كام؟ في 1 على وافتح قوس 37 ضرب 10 اس 9، قفلت القوس. طب ايه عايز ثاني؟ هو عايز مايكرو، احط كلمه مايكرو واقسم على قيمته 10 اس سالب 6. هنا عندي 10 اس 9 من تحت هتطلع فوق ب 10 اس سالب 9، هتبقى هنا عندي 10 اس اقسمها اعملها بالحاسب احسن على 37 تمام، هضربها 10 اس سالب 6 تطلع فوق بموجب، وهنا 10 اس سالب 3 في شفت 10 اس سالب 3 هتطلع عندي القيمه الشده بتاعتي تقريبا ايوه 3 وحايد 1 2 1 9 مش عارف ايه ليه 10 و26 يا مين ده؟ هديل يا حاج هديل، انت لو انت اخذت من غير الاله الحاسبه هنا 10 و12 دي فوق صح؟ اللي 9 دي موجب هتطلع فوق بسالب، يبقى 12 ناقص 9 هيبقى تبقى عندي 3، هيتبقى عندي 3. ال 6 سالب هتطلع فوق بالموجب هيبقى 3 و6 هتبقى 10 و9 10 اس 9 لا آه. حد يعيدها ثاني، اعيدوها مع بعضيكم. طيب سيب خالص ها الغي دي خالص ها. حذف لي دي كده ها حذفني القيمه بتاعتك دي بالبكرل صح كده؟ خلاص بحول حاجه حاجه عشان ما نصدعش دماغ ما نتعبش نفسنا. 4 و14 في 10 اس 12 ده ما فيش خلاف عليه، يعني في ناس قالت 11 وفي ناس 12، انا هشيل البكرل واحط قيمته. اول حاجه اقول هتساوي في ضرب 1 على قوس في غلط ده في 10 اس 9 واقفل القوس اقول يساوي، يبقى الايه هتساوي اهي 4 و14 ضرب اقسمها الاول 4 و14 على 4 و14 على 37 يساوي كام؟ دي هتساوي بالاله الحاسبه اهي علامه 1189 تمام؟ ضرب كام؟ اخذ العشرات يعني عشان لو مش عايز احسب بالاله الحاسبه. ال 10 اس 9 دي كانت من تحت في المقام، هتطلع فوق ب 10 اس سالب 9، وهنا 10 اس 12 هتبقى 10 اس 3 10 اس 3 اها في 1000، يبقى دي هتساوي الشده بتاعتي هتساوي كام؟ 3 وحايد 8 9 سوري 3 وحايد علامه 8 9 1 كيوري. صح ولا غلط؟ 3 وحايد علامة 6 و تمام 8 9 هديل بتقول تمام وحدتها بالكيور عشان شلت بكرر وحطيت كيور. طب انا تمام الحمد لله انا عايز احولها لمايكرو كيوري اقول اه طب نفس الشيء اقول الاي هتساوي اها 3 وحايد
علامة 891 تمام؟ أحط ميكرو وأقسم على قيمته ميكرو كيوري ها؟ وأقسم على الميكرو، كم قيمة الميكرو؟ 10 أس سالب 6. طب 10 أس سالب 6 تحت تطلع فوق ب 10 أس كام؟ عشرة أس تسعة تمانية تسعة واحد في عشرة أس سوري أس ستة موجب هي ونرفع عليه كده تمام ميكرو كيوري صح ولا غلط حلوة يا عيد تمام في حد مش فاهمها الجزئية دي يا ريت انتم ما تتسرعوش لما زي ما تسرعت ان احنا ايه ضربت حولت الكيوري والمايكرو في معادله واحده خليها ده خطا تمام نبدا خلينا بحته حته دايما في المسائل ابدا بايه بخليها الدنيا سهله ودايما اكتب ما اعتمدش على ذاكرتي يعني ما اعتمدش على ذاكرتي وعلى الموبايل وعلى الاله الحاسبه يعني انا ضربت مثلا قسمت على 737 في 10 6 9 اكتبها شوف النتيجه عشان لو حصل خطا اعرف اعرف ارجع انا الخطا بتاعي فين طيب بالنسبه للمسائل دائما في الاختبار بتبقى سهله بس عيبه ان هو بيجيب لي الاجابات متشابهه الاجابات ايه متشابهه فده بيخلينا احنا ايه دائما بنخطا طيب تقريبا مثل نفس الكلام اللي قلناه يعني بس الاختلافات في الايه هنا بيقول لي مصدر مشع كانت شدته 3 ميكرو في كذا ووجد نفس المسألة اللي حليناها سابقا صح ولا فيها خطأ؟ دي ممكن نحلها تحلوها مع نفسكم وإيه؟ لا دي مش طب هي يا شباب 10 دقائق أنا هقول إيه؟ نقول الأول مصدر مشع كوبالت 60 كانت شدته 3 ميكرو كيوري قيست في 66 أول يناير تمام؟ كم الشدة الإشعاعية الابتدائية مقدرة بالبكرل؟ وباستخدام طبعا هتعرف نصف العمر انت عندك بديها لك نصف العمر احنا عرفناه 5.3 نصف عمر الكوبالت 5.3 اها ده كده التهاف 5.3 سنة طيب احسب الشدة الإشعاعية بالبكرل سنة كام عشان نقراها يوليو 2018 طيب 67 68 69 يعني كام؟ لغاية 2000 يعني 34 سنة تمام؟ و10 44 44 و8 يبقوا كام يا شباب؟ 52 سنة ولا كام؟ أيوه 52 ونص يبقى هتبقى الزمن عندي 5.2 سنة حلو أنا عندي ثلاث إجابات أول واحد هيجيب لي الثلاث إجابات ويكونوا الثلاثة صح عشان ما تتسرعوش هياخد 10 نقاط أوكي يا شباب إحنا عندنا 100 نقطة اللي يكمل ال 100 نقطة دول إن شاء الله يبقى إيه هيسترجع ال 100% من نصيب من الفلوس اللي دفعها هنشوف الكلام ده في 6 الساعة 6 معاكم لغاية 6 و10 دقايق لو ما جبتهاش أنا هيبقى خلاص ما حدش هيعرف يجيبها أنا هحلها معاكم على فكرة أنا ما أعرفش والله الحل. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول لك إيه ثلاث إجابتين مش ثلاث إجابات عشان إحنا الإجابة الثانية اللي هي نصف العمر عرفناها خلاص 5.3 سنة الإجابة الثالثة اللي محتاجينها
لا اثنين يا ماريا، الزمن 52 ونص، 52 ونص، 52 سنة ونص. الحين معلش 52.5 هذا عمر النص؟ لا ده العمر، الفترة الزمنية اللي عايز اقيس فيها الشدة الأشعاعية.
ماشي يا مريم، حولتي شطر. رزان أول إجابة صح، بس لسه باقي الإجابات. هيا رزان جيبي الإجابة الثالثة عشان تبقي تاخدي 10 نقاط. نعتبر الإجابة الأولى هي كم؟ واو ملك ملك يا ملك يا ملك. رزان، ممتاز. يبقى رزان هي الإجابة الصحيحة. رزان الفخراني 10 نقاط. هنحلها مع بعض. وفي كان عندنا النهارده كان تقريبا ملك ولا مين شويه. عشرة في عشرة أس 20 ضحى يا حجة ملك. أنت من 11 في 10 أس سالب 5. صلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال لي إيه؟ قال لي الشدة سهلة معايا كده شباب، تساوي 3 في شيل مايكرو، مايكرو كام؟ مايكرو 10 أس سالب 6 في شيل بك كيوري بكام؟ بسبعة وثلاثين في عشرة أس تسعة. يبقى على طول الشدة هتساوي، تجيبها بالآلة الحاسبة، ثلاثة في سبعة وثلاثين بكام؟ بمية وحداشر. وعشرة أس تسعة وعشرة أس سالب ثلاثة، عشرة أس سالب ستة، هتدي عشرة أس ثلاثة، ثلاثة أصفار واحد اثنين ثلاثة زي الحجة يمين رزان ما قالت. بكر ممتاز. يبقى كده الإجابة الإيه، سوري الإيه نقطة أهي خلصنا منها. ايه تاني؟ نصف العمر عرفنا احنا عشان هو جابوا لي. طيب قال لي اوجد الشده، يبقى هاخد قانون جديد، اقول الاي هيساوي الاي نوت في اي اس، افتح قوس عشان دائما ابقى ذاك مشاطر انا، سالب لمضه اللي هي كام؟ علامه 6 9 3 ضرب التيب كام؟ ب 5 2 علامه 5 تقسيم التهاب بكام؟ بخمسة وثلاثة من عشرة. طبعا أنا على فكرة أنا من شوية في الأول لما حليتها مع نفسي أخطأت، رحت كتبت إيه ضربت، حولت الخمسة وثلاثة من عشرة حولتها للسكن، لكن أنا هنا في الإجابة في المسألة دي لازم تكون الوحدات شبه بعض. يعني أنا دخلت هنا بوحدة بكرل هتطلع الإجابة وحدة بكرل، دخلت بالزمن بالسنين لازم الزمن عمره نصه بالسنين. ما كلنا بنخترع يا ملك. طيب انا والله قعدت يعني للاسف حليتها اكثر من مره وكانت تطلع اجابات، يعني ضربتها مرتين. التسعه يا حاج بيان مش بحول من الكيوري للبكر، قلت الواحد كيوري قلت لكم دي تحفظوها زي اسمكم، واحد كيوري يساوي 37 في 10 اس 9 بكر. خلاص بقت الاجابه هنا بكر. هنا في الاجابه الجديده في... عشان دي في الإجابة في خلاص كده المسألة الأولانية. طب في المسألة الثانية عشان يجيب الشدة الإشعاعية بالبكر أقول الشدة تساوي أها الإي نود اللي أنا جبتها من شوية في ده قانونها إي أس سالب علامة 6 9 3 تمام في الزمن تقسيم أها في الزمن تقسيم نصف العمر. عندك الاي الشده هتساوي الاي نوت بكام انت جبتيها حقه؟ جبتها ب 11 3 اصفار. طيب حلو. اي هفتح قوس سالب علامه 6 9 3 ضرب التيب تحت بكام؟ ب 5 2 لا 5 2 ونص تقسيم التهاب بتحت بكام؟ ب 5 3 من 10. وقف القوس. نجيبها كده بالآلة الحاسبة حنلاقي احنا برضه مننا او كل بعضنا هيروح برضه يضرب غلط او يعكس غلط بالآلة بتاعته. أول شيء لازم أجيب أقول أجيب الإي، ما أبدأش أضرب القيمة عشان ما أتلخبطش. أقول إيه؟ أها بالآلة الحاسبة معاكم أهي. هفتح قوس أها إي، أقول الإي الأول شفت
اي افتح قوس سالب علامه 6 9 3 ضرب 5 2 5 من 10 تقسيم 5 و 3 من 10 واقفل القوس عشان يبقى القيمه على الكل. طلعت عندي واحد ها الاي هل إيه عشان اكتب بعيد منها الاي كانت بتساوي كم الوحده بتاعت 1 وعلامه 0 4 4 0 تمام في 10 اس سالب 3 اضرب القيمه دي في مين في ال 1100 في ال 11000 في 3 وحايد 3 اصفار طلعت لي كم طلعت لي ان الاي تساوي 11 5 علامة 8 9 وحدتها ايه؟ فكر الله مفهوم يا شباب؟ طيب احنا اخذنا النهارده ثلاث معادلات ما زودناش عنهم ولا حاجه، في معادله لسه ما تكلمناش عنها ممكن اخذنا عليها مثال صح صار. طبعا انت حضرتك لو انت يعني هتتذكر يعني لو انت رد ناصح رد شاطر 100% ال 52 ونص دول يمثلوا ايه؟ كانها 10 انصاف اعمار، مش بعد 5 سنين 3 من 10 هيبقى نصف عمر، بعد 10 سنين مش عارف ايه يبقى نصف عمر، بعد كذا هتحسبها هتلاقيها كانها 10 انصاف اعمار، ممكن هتلاقيها لازم تديني ايه؟ القيمه، يعني لو قسمت 11 3 اصفار على 3 على 10 على 2 اس 10 هتديني نفس المفروض ايه؟ قيمة مشابهة ليه لو عايز احلها بالطريقة دي. لكن طبعا دي هتبقى مشابهة لكن دي الدقة اكتر. مفهوم الكلام ده ولا صعبة؟ بعد كده هنا بيديني بيقول لي والله الجزئية دي لازم انا في 5 دقائق حاضر يا ماريا، 5 دقائق بالظبط ووصل له يا حاجة ماريا عدنان. خلي براحتك. مهمة بالنسبة للشباب بتوع الطب النووي. بيقول لي ايه؟ في حاجة اسمها الشدة الإشعاعية اللي احنا قلناها اللي هي في العموم أنا عندي كده الشدة الموجودة في الكوباية أو في العنصر اللي قدامي كذا. طيب النوعية بيجي الجماعة يمكن شرحناها امبارح الشباب الدكاترة الجماعة زملائنا اللي في المستشفى فيصل لما اتكلم على التلوث وعلى إنه في العنصر معايا السكب أو حصل له شيء تمام؟ هيحصل ايه؟ هينتشر يا في الهواء لو كان غازي او على السطح لو كان سائل تمام؟ فبالتالي بيبقى عندي الشده الاشعاعيه بتبقى مقارنه دايما بايه؟ يا اما بوحده الحجوم يا اما بوحده المساحه يا اما بوحده الكتله. لو انتشرت في ماده معينه يعني انا عندي كتله من الميه واتسكبت فيها ماده مشعه خلاص يبقى في الكيلو جرام من الميه دي حصل فيها كم بكري. فالشده الاشعاعيه عشان دايما بتجيني كاختيارات للكل. بتبقى عبارة عن وحدتها بكرل لو كان شدة عادية، الشدة النوعية وحدتها مع المساحة بكرل لكل متر مربع، وحدتها مع الحجوم بكرل لكل متر مكعب، وحدتها مع مع ايه تاني؟ مع الكتلة بكرل لكل كيلو جرام، بكرل لكل ايه؟ كيلو جرام. عندي لازم ابقى عارف ايه عشان اعرف بعد كده الوحده او الشده الاشعاعيه النوعيه لكل جرام من البكر بقول ايه بتبقى عندي حاجه اسمها الكتله بتاعتي بتغاضى بقول ايه بعتبر ان الكتله العدد الكتلي لاي عنصر هو كانه كتله الذره بتاعته يعني ايه مش احنا قلنا هنتلاشى فاكرين لما اتكلمنا على تعريف العدد الكتلي الوزن الكتلي للذره عبارة عن وزن عدد البروتونات والنيوترونات اللي هو يسمى العدد الكتلي أنا ممكن أتلاشى الكلام ده وأقول آه الكتلة بتاعت الذرة هي تمثل مين العدد الكتلي طيب أنت عندك الشدة الإشعاعية العادية بتساوي إيه يا شباب مش إن في لمضة عدد الذرات في لمضة صح أها ركزوا معايا الكلمتين دول عشان نقدر نروح نصلي برضه معلومه ان شاء الله هيبدا معانا الدكتور خالد عبد العزيز محاضره ثلاث محاضرات مهمين جدا
عشان خاطر بالذات الشباب بتوع التشخيصي او العلاجي يحاول يستفيدوا مني على قدر المستطاع. تمام؟ مش انا بقول يا شباب الشده تساوي عدد الذرات في لمضة، صح؟ طب ما انت عندك عدد الذرات، انا اعرف ازاي؟ انا عندي عين، انا ما اعرفش عدد الذرات، ما اعرفهاش. انت مش قلت لي من شويه ان العدد الكتلي بتاعي للذره هيبقى فيه عدد افوكادرو؟ فاكرينها؟ يعني ايه؟ يعني عدد افوكادرو اللي هو الان ايه بيسموها لاي ذره هيساوي مين؟ هيساوي العدد كله مضروب في الكتله بتاعته. يعني ايه؟ في العدد الكتلي بتاعي، يعني العدد الكتلي بتاعي كام؟ اللي هو الوزن الكتلي. يعني لو انا عندي ده عدد مين؟ ده عدد الذرات بتاعتي، يبقى بالتالي عدد الذرات هيساوي عدد افوكادرو على العدد مين؟ على العدد الكتلي. عدد الذرات في اي عينه عندي بيساوي عدد افوكادرو على العدد الكتلي بتاعي بتاع مين؟ بتاع العنصر ده، الجرام الواحد منه. طيب فبالتالي انا اقدر اجيبها منها، اقول ايه؟ اقول والله انا عندي زي ما جبنا اعوض عن التي هاف مثلا او اللمضه، اللمضه بتساوي كام؟ علامه 6 9 3 على تي هاف. ممكن اشيل مين؟ اشيل اللمضه، اعوض عن لمضه. او من المثال ده مثلا، انت هنا بتقول لي دي، بس انا مش عارف اكتب كلمه لمضه. لمضه هنا هتساوي كام؟ هتساوي العدد الشده الاشعاعيه على مين؟ على عدد الذرات. لمضه بتساوي شده، وهي نفسها لمضه بتساوي كام؟ علامه 6 9 علامه 6 9 3 على على مين؟ على عدد افوكادرو. يعني انا عندي ها الشده الاشعاعيه بتاعتي بتساوي الشده الاشعاعيه العاديه، العاديه بتساوي ان في لمضه. شلت ان هنا، ها ان دي شلتها حطيت مكانها كام؟ عدد افوكادرو على على العدد الكتلي، عدد افوكادرو على العدد الكتلي، عدد افوكادرو حافظينه 6 3 3 من 100 في 10 اس 23 على العدد الكتلي، بقت عندي الشده الاشعاعيه النوعيه للايه؟ للماده. يعني ايه؟ يعني كل ذره هتبقى كام بتاعتها شدتها موجوده عندي كعدد. طب ما انت عندك كان قبل ده، كان عندي هاي الشده الاشعاعيه النوعيه بتساوي لمضة، اللي هو شلت ان بس كل ما في الامر، وعوضت عنها عدد افوكادرو على العدد الكتلي، منها هتبقى عندي التهاب بتساوي كام من قبل كده؟ مش لمضة بتساوي علامه 6 9 3 على التهاب، هشيل لمضة دي واعوض مكانها في المعادله هنا. هتبقى الشده الاشعاعيه النوعيه هتساوي عدد افوكادرو على العدد الكتلي مضروبه في علامه 6 9 3 على نصف الايه؟ العمر. بكره ممكن الصفحه دي نرجعها ثاني، عشان انا متاكد انه ممكن يكون ايه؟ مش مفهومه كويس. هناخد بريك صلاه ان شاء الله 10 دقائق لصلاه المغرب، ونص ان شاء الله نلتقي مع الدكتور خالد عبد العزيز، وغدا هيبقى معانا الصفحه دي هنديها كلمتين، وبعد كده معانا حاجه اسمها حساب الجرعات في التلوث الاشعاعي الداخلي والايه؟ والخارجي، وبعد كده محاضره مع الدكتور سعد الداوود ان شاء الله، او العكس يعني حسب الظروف. في اي سؤال يا شباب؟ طب احنا عشان متذكر، انا عندي كده رزان الفخراني واخذت 10 نقط. امس كان في اول امس كان في ثلاثه تكلموا، كان مين ومين ومين؟ عشان افتكرهم. ملك النهارده، ملك ومروج اثنين، ملاك الثقافي وهيا، صح؟ امس ما عملتش قلت حاجه، خلاص يبقى عندي هيا وملك ومروج، كل واحده ليهم كام؟ ليهم ثلاث نقاط، والحجة رزان عندها 10 نقاط، عشان نجمع يوم السبت نشوف الدنيا فيها ايه. في اي سؤال يا شباب؟ ملك الثقافي 10 يا مفتري. في اي سؤال؟
نلتقي غدا ونلتقي بعد ساعة بعد 10 دقائق مع الدكتور خالد عبد العزيز. يا شباب لو في حد ما بعتش اسمه يا ريت يرجى ان هو يبعت اسمه عشان ايه الشهادات نبدأ فيها عشان نجهزها. تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.